مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. النهاردة معانا أكتر من موضوع هنتكلم فيهم مع بعض بحرية، وهي مواضيع مهمة جدا 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 تهم كل إنسان في مصر وفي المنطقة العربية. هنتكلم النهاردة عن حرب لبنان والمستقبل، محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب الثانية، هتكلم عن تطور محاولات تهكير المجنسين العرب في السويد وأيضا في ألمانيا، هنتكلم عن غلق مساجد في ألمانيا، هنتكلم عن البابا تودروس وافتتاحه لمدرسة جديدة، هنتكلم عن كوارث قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هنتكلم عن لماذا غضب النظام من الفنان يوسف الشريف ولم يغضب من أمير كرارة، ودي وراها أسرار كبيرة. هنتكلم عن يوسف بطرس غالي وعودته، وهل سيفيد النظام في الفترة المقبلة أم لا. بعد كده هنقوم بالإجابة على أسئلة حضراتكم كلها. شايف في ناس دخلت معايا البث، والأستاذة سرية دخلت وبتسلم علينا، سلام ليكم للجميع. بإذن ربنا في نهاية الحلقة كل أسئلتكم وتعليقاتكم هجاوبكم عليها. طيب النهاردة الحلقة باسم الطاووس وهانيبال شمشون. ليه أنا سميت الحلقة باسم ده؟ الطاووس وهانيبال شمشون. الحقيقة أن التسمية دي لها معنى، ومعنى كبير قوي. الطاووس هو أي شخص مختال بنفسه، بيتعاظم وبيدعي ما ليس لي، بيدعي من القوة والفخامة ما ليس في زي الطاووس. الطاووس كده بينفش ريشه ويعمل ان هو يعني الجمال كله والحلاوة كلها، وفعلا الطاووس جميل، لكن في لحظة ما بيجيله أسد أو غيره بينكمش وبيتقلص. مين الطاووس؟ هنفهم مين الطاووس في نهاية الحلقة. هانيبال شمشون، طبعا هانيبال معروف مين وشمشون معروف مين. شمشون اللي هو كان نذير الرب، واللي ما يعرفش في التاريخ برضه نحب نذكره حاجة من الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس والتوراة خصوصا هي غزيرة بالتاريخ. بمعنى بعد الخروج، بعد خروج موسى من مصر وذهابه طبعا في 40 سنة تيه في سيناء، بعد كده راحوا المنطقة اللي هي أرض الموعد اللي توعد بيها إبراهيم، اللي هي كان في زمانها اسمها فلسطين، لكن هي ما كانتش اسمها فلسطين لأنها هي فلسطين. في الوقت ده كان موجود فيها إخوات الكل، يعني كل اللي خرجوا من الأرض والأسباط التانية كلها غير سبط يعقوب موجودين في الأرض دي. مين ساكن معاهم كان في اللحظة دي؟ هي أرض الموعد اللي هي وعد بها ربنا إبراهيم، يعني هي أرض إبراهيمية. كان جالها فلسطينيين من فين؟ من جزيرة كريت، وده كان فيهم فريق من فريق عمالقة، دول من كريت، دول جنس أوروبي وليس جنس عربي خالص. يعني الفلسطينيين الأصليين هم جنس أوروبي وليس جنس عربي. أما اللي بنقول عليهم دلوقتي فلسطينيين، لا، دول مش فلسطينيين، دول اتسموا بالفلسطينيين نتيجة أن الإمبراطور أدريان بعد ما غزا إسرائيل وغزا يهوذا والسامرة رجعهم غزا في اليهود، رجع الاسم لاسم فلسطين القديم. فالعرب اللي غزوا أثناء الفتح الإسلامي سموا نفسهم فلسطينيين، ولكنهم ليسوا الفلسطينيين الأصليين أصحاب الأرض أو اللي كانوا عايشين جنب العبرانيين. طيب لما جه موسى وطلع من أرض مصر وجه في سيناء، وجه بعد من سيناء في 40 سنته ووصل لأرض الموعد، كان بقى تولى كذا فترة طويلة القضاء، فترات طويلة بقى مع عالي الكاهن وغيره 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 وغيره، حتى صموئيل النبي وغيره، حتى لغاية شمشون. ويمكن شمشون عصر الفترة الأخيرة اللي هي كان صموئيل النبي موجود فيها، اللي بعدها تولوا الملوك، يبقى كان شمشون موجود. شمشون كان قوي ونذير الرب، وأبوه اسمه منوح، وتوعد إن هو اللي ينقذ الإسرائيليين من العمونيين ومن الكنعانيين، كان في حروب بينهم،
وكان من ضمن الفريق بتاع الكنعانيين والناس دي ساكنين معاهم يعني جنبيهم الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين ما كانوش الفلسطينيين القدامى اللي هم جايين من جزيرة كريت، ما كانوش في حالة عداء شديد قوي قوي بقدر ما كانت في حروب بينهم من لحظات الأخرى. لكن شمشون مع ان ربنا كان مديه قوة لكنه وكان نذير الرب، لكنه أخطأ، والحقيقة أخطأ أكتر من مرة. شمشون أخطأ يمكن 3 مرات، وكل اللي أخطأ معاهم فلسطينيات، ومنهم زناة فلسطينيات، يعني ناس كانت بتشتغل في الزنا وفي الدعارة. وزي واحدة الأولى كان من ضمنهم الأخيرة، خلاها في الأخيرة، كانت اسمها اللي هي شمشون ودليلة. دي أخطأ في الآخر، ضغطت عليه لغاية ما عرفت سره. يبقى كان في حرب بين الفلسطينيين وبين العبرانيين أو الإسرائيليين في الفترات دي. طبعا جه بعد كده الفترة اللي هي جه بعد كده فترة الملوك، ووصلنا لعهد داود الملك، ووصلنا لعهد سليمان الملك، وعرفنا ان في عهد داود كانت المملكة واحدة كلها إسرائيل، كلها إسرائيل، ولكن سليمان أمالت قلبه ونسائه إلى آلهة أخرى، فتفتتت المملكة إلى مملكتين، مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السمراء السامرة، السامرة، مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة، ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم. لكن في نهاية الأيام ربنا تحنن على سليمان النبي، لأنه عرف ربنا ورجع وتاب وكتب سفر الجامعة. طبعا في حروب كثيرة، وحصل سبي أكتر من سبي، سبي بابلي أكتر من سبي، يعني السبي الأول والسبي الثاني على يد نبوخذ نصر، وتاريخ كبير جدا جدا. وبعد كده أيام قورش لما هزم الفرس، رجع السبي البابلي، رجع الناس اللي اتثبت في السبي البابلي، ورجع اليهود تاني لإسرائيل. دي قصة بمختصرها، ولكن أنا بقول شمشون هنا ليه؟ لأن شمشون لما أخضع وقال السر بتاعه لدليلة، ودليلة بلغته للفلسطينيين اللي هم جايين من جزيرة كريت اللي هم أساسا أوروبيين، أخدوه وعذبوه، قلعوا عينيه، فقعد يتذلل لربنا في السجن وهو أعمى لغاية ما نبت شعر راسه، وربنا سمع صوته رجع له قوته. ففي يوم احتفال كبير كانوا وثنيين الفلسطينيين في هذا الوقت، دول اللي هم جايين من جزيرة كريت كانوا وثنيين، وكانوا بيعملوا عبادة للوثنيين في أكبر معبد، فيه الرؤساء وفيه الجنود وفيه كله. فقال لك نتسلى بشمشون دوت، فراحوا ندهوا على شمشون وقالوا له تعالى ارقص لنا. حقيقة أنا يعني قصة شمشون بقولها لأن أنا مثلتها على المسرح، كانت رواية من 6 فصول، أخذت معانا حوالي 5 ساعات على المسرح كبير، كنت بخلص الجامعة وكنت أنا مثلت دور شمشون على المسرح، فكان دور قوي، عشان كده أنا حافظه كويس قوي ومتمسك بالحتت فيه. فقالوا تعالى ارقص شمشون، رقص شمشون، وبعد كده صلى ربنا صلاة عميقة وقال لهم اسندوني على عمودي المعبد. كان المعبد ده كله بطوله بقمته العظيم اللي فيه آلاف من الفلسطينيين، يستند كله على عمودين. وأول ما حطه هو أعمى، حط إيده على العمودين وصرخ لربنا، قال له يا رب اديني القوة، وربنا استجاب له واداني القوة، فهدم المعبد العمودين، فاطربق المعبد على اللي فيه، ومات شمشون ومعاه المجموعة اللي معاه كلها من الفلسطينيين. ويقول لك كده الكتاب المقدس، وقتل شمشون في مماته أكثر مما قتل في حياته، لأنه هو يعني قتل كتير جدا. منهم انه في يوم من الايام شال المصراعي الباب بتاع غزه، غزه دي كان لها باب كبير قوي عملاق وكانوا عاملين مؤامره عليه، شال مصراعي البابين وضرب بيهم اعدائه. وقتل كتير، مره قتل 30، مره قتل عدد اكتر ومره عدد اكتر، ومره ربط ثعالب في بعضها وولع فيهم النار وحرق المزارع، يعني عمل حاجات كتير. ولكن في النهاية لما قال علي وعلى أدائي بيقولوها كده، يقول لك وقتل شمشون في نهاية أيامه أكثر مما قتل في أيام معيشته. من الحاجات الجميلة، الجمل الجميلة اللي كان بيقولها شمشون لما كان يطلع عليه يقولوا احنا يعني هنقتلك يا شمشون، يطلع عليه بالمئات، فيقول ايه؟ كان يقول لهم جملة، كان يقول لهم أمن لا يخشى أسود الغابة إذا زأرت، أيخشى كلاب الحي إن نبحت؟ أمن لا يخشى أسود الغابة إذا زأرت، أيخشى كلاب الحي إن نبحت؟ طبعا وكان بيخلص عليهم.
طبعا احنا عارفين ان شمشون قبل كده قتل اسد، وبعد كده ورماه، وبعد كده راح للمكان بتاع الاسد لقى ان في خلية نحل جوه الاسد عملت عسل، وطلع بالفزورة اللي هي ايه، من الاكل خرج اكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. من الاكل خرج اكل، من الاسد اللي بياكل الناس خرج اكل، الاكل اللي هو الاكل اللي هو العسل، ومن الجافي الجزء خرجت حلاوة. قصة شمشون قصة قوية جدا جدا، ولكن اتخذ منها مبدأ هانيبال. ايه هو مبدأ هانيبال؟ شمشون لما ما عرفش، هو يعني هو اعمى وما فيش حل، قتل نفسه مع الاخرين. وصلت لاسرائيل لهذه الحقيقة هي هانيبال. ايه هي هانيبال؟ انها انت لو داخل على مكان وعندك 5 أسرى، ومع ال5 أسرى 100 أو 200 مقاتل، ولكنهم ملغمين والمكان متلغم، وانت لو دخلت هتخسر كتير. قال لك اضرب من بعيد واقتل الاثنين، الأسرى مع القتلة، الاثنين اقتل ده واقتل ده. فدي هانيبال وشمشون وعليا وعلى أعدائي يا رب، ودي قصة الطاووس وشمشون. طب ليه بنتكلم عن الطاووس؟ لأن في أمثلة كتيرة هندرسها النهاردة وهنتكلم فيها بتتكلم عن الشخص الذي يدعي ما ليس عنده. بمعنى ايه؟ في مسرحية افتكرها لمحمد صبحي، مش فاكر كان اسمها الهمجي او حاجة كده، كان فيها مشهد لراجل قزم رفيع قوي وقزم، وكان يجي فاتح صدره قوي على محمد صبحي، ومراته كانت في المسرحية اسعاد يونس عكسها او عمل حاجة، فجاله محمد صبحي بيقول لي بتعمل كده ليه؟ الولد متشبح بقى عشان مسنود على ناس تانية كبيرة يعني، بيقول له مش هتقدر، بيقول لي محمد صبحي مش هتقدر، يا واد شوف طولك وشوف طولي، لا ما تقدرش، يا واد شوف. لدرجة إن محمد صبحي ماسكه وحطه طلعه فوق كده بإيد واحدة، رفعه لفوق، يا واد شوف طولك وشوف طولي، بيبص له من فوق يقول له ما تقدرش. ده الطاووس. الطاووس اللي هو بيدي قدرات لنفسه فوق الحقيقة، وبيدعي لنفسه قدرات فوق الحقيقة، وللأسف بيدفع الثمن بس ما بيعترفش. سحبه لغاية فوق محمد صبحي وبيقول له مش هتقدر. ده عندنا الواقع في المنطقة العربية، مش قادرين نحدد قدراتنا ايه، ومش مش عارفين نحدد قوة اللي قدامنا ايه، بس برضو مش هتقدر. او المشهد بتاع علي ربيع في مسرحية مسرح مصر، هو مدلوع على الارض بيقول لا مش انا، هو واقع على الارض وخايف لا مش انا كده. ده وضع الطاووس ووضع القوة في المنطقة. نيجي في الفترة الأخيرة لحرب لبنان، ويؤسفني أنا أن أقول أني أنا شيء عجيب جدا وشيء مؤلم جدا ما يحدث في لبنان. لبنان الجميل، لبنان الأخضر، لبنان الجبل، لبنان صباح، لبنان فيروز، لبنان الناس الجميلة الحلوة اللي اسمه أدب وغيره وغيره وغيره، البلد اللي كانت بيسموها سويسرا الشرق لما نسمع عن أخبار الحروب اللي فيها، وناس جميلة جدا وبتحب السلام، وللأسف ربنا يبعت لهم سرطان في المنطقة اسمه حزب الله. حزب الله دوت اللي هو بتموله إيران، اللي هو عزل جنوب لبنان وعمل ميليشيا خاصة، ميليشيا طائفية، يا ريت إنها أمنت لبنان، بالعكس جابت للبنان كل خراب. وأسمعنا عن ما حدث في مرفأ لبنان والانفجار الكبير والقتلى اللي حصلت في مرفأ لبنان. للأسف اللي بيحصل في لبنان شيء مؤسف جدا جدا جدا. لكن في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة حصل الموضوع الأخير دوت في الأسبوع اللي فات دوت، موضوع البيجر اللي هو انفجرت آلاف البيجرات في أيدي حزب الله، واتقتل الآلاف من أعضاء حزب الله وقادتها 1000، وإصابة يمكن 3000 واحد، وفي كمان سفير إيران في لبنان تم إصابته من انفجار جهاز البيجر. الحقيقة لما نقعد نتأمل، لازم نتأمل الموضوع ده، لأن النهاردة هاخدكم في أسرار كتيرة قوي قوي، وهتسمعوا حاجات غير طبيعية. البيجر هو هذا الجهاز، جهاز أهو صغير قوي، ده البيجر بتيجي عليه رسائل،
طيب ليه مثلا متمسكه بيه حزب الله؟ قال لك لانه لا يمكن اختراقه زي اجهزه الايفون او غيره، ولا يمكن تتبعه، ولا يمكن معرفه سره، فبيستخدموه كعمليه سريه في دائره مغلقه بين قاده حزب الله واعضاء حزب الله. الجهاز مش كبير، الجهاز في حجم علبه علبه الكبريت. دي علبه كبريت، دي علبه كبريت يا جماعه، دي علبه كبريت، واخد؟ هو في حجم علبه الكبريت دي، صغير كده. لكن اللي حصل ان الجهاز ده انفجر وحصل فوق الالف تفجير، وحوالي 300 واحد ماتوا و3000 اصابه، وزي ما قلت لكم سفير ايران اللي موجود في لبنان اتصاب، وفي قيادات كبيره اتصاب. اصابه سفير ايران معناها ان سفير ايران يعني هو المجموعه دي عن كونتاكت، وان المجموعه بتأتمر بامر السفير، سفير ايران في لبنان هو رئيس الجماعه الارهابيه اللي اسمها حزب الله، حتى وان كان حسن نصر الله صوره من الصور. حتى وان كان حسن نصر الله صوره من الصور. الجهاز دوت اتضح ان جوه الجهاز لو سميناه اللي هو البيجر اللي هو الصغير ده، جوه يعني طبعا اللي هي الحاجات اللي هي الالكترونيات الصغيره والشيبس الصغيره، كان موجود جنب البطاريه شيبس صغيره. الشيبس دي لو اتفعلت باشاره من بعيد بتسخن البطاريه، بتفجر جنبيها شحنه متفجرات من نص بونصه الى بونصه، يعني من صغيره، يعني ممكن من 50 جرام 45 جرام ممكن 30 جرام بتنفجر. قال لك ان اتعملت الشيبس ديت والمتفجره ديت بحيث انك لو وضعتها تحت اي جهاز لا يمكن كشفها. طيب الموضوع ده اتقالت فيه حكايات، من فين الشحنه دي جت؟ قال لك الشحنه دي اساسا اشترتها ايران من تايوان. كلموا شركة الاتصالات في تايوان، الشحنة دي من عندك؟ قالت لهم هي من عندي، انا اللي مطلعها، انا اللي ببيع، انا اللي مسوق، لكن اللي بتعملها شركة في هنغاريا. اتضح ان الشركة اللي في هنغاريا دي الوسيط اللي بيركب الحاجات دي شركة اسرائيلية. فالشيبس دي اساسا متصنعة بطريقة متقدمة جدا في اسرائيل ومغروسة في هذه الاجهزة. طب ازاي وصلت الاجهزة دي؟ يعني في 1000 جهاز دلوقتي راحوا انفجروا، هل الشركة دي صنعت 1000 جهاز بس؟ لا، ممكن يكون ملايين. طيب ايه معناها ان 1000 دول هم اللي اتفجروا؟ معناها شيء واحد، ان جوه السبيكة الصغيرة دي المتنايات الصغر والشيبس المتنايات الصغر مكان بيحدد مكان الجهاز فيه، وبالتالي بتتبعت الإشارة لأجهزة ما في مكان ما بعينه للانفجار وليست كل الأجهزة. يعني ممكن يكون الأجهزة دي في أجهزة في مصر، في أجهزة في دول تانية حتى لو كانت دول أجنبية، لكن ما خدتش الأمر إنها تنفجر لأن هم مش عايزينها تنفجر. يبقى ده من أخطر ما يكون، أنت معاك ألافات الأجهزة أو ملايين الأجهزة متوزعة في أكتر من مكان، ولكنك أنت من تحدد الوقت والمكان والزمان لتفجيرها، ودي تكنولوجيا متقدمة جدا جدا جدا. طيب هل ده يعني ما تقدرش؟ مش انا يابا. طيب احنا بنتعلم من السابق؟ لا، ما بنتعلمش من السابق، لان اسرائيل قبل كده اتمكنت من تعطيل اجهزة الطرد في الاجهزة النووية اللي موجودة في ايران. يعني في جهاز طرد معين عطلته اسرائيل بطريقة ما، برسائل، بشفرة، بشيبس، واتيفر، عطلت أجهزة الطرد اللي موجودة في الأجهزة النووية اللي موجودة في إيران، وبالتالي تعطل الجهاز النووي في إيران أو المفاعلات النووية اللي موجودة في إيران. يعني هي تمكنت بالتكنولوجيا المتقدمة هي وقاعدة في إسرائيل في تعطيل الأجهزة أو أجهزة الإشعال النووية اللي موجودة في إيران. طيب في حاجات تانية؟ لا، ده تاني يوم من تعطيل أجهزة البيجر، تاني يوم، وفي تفجير أجهزة البيجر تمكنت إسرائيل أيضا من تفجير أجهزة لاسلكي. يبقى مش يوم واحد، لا، ده يوم والتاني. في جنوب لبنان إسرائيل تمكنت تاني يوم من تفجير البيجر
من تفجير أجهزة لاسلكي وكتير من الإصابات. الاغتيال الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس إيران، مفيش ما عدتش أكتر من شهرين على القصة دي، يعني خلال الشهور اللي عدت دي تمكنت من اغتيال إبراهيم رئيسي. وإبراهيم رئيسي كان في هليكوبتر ساعتها، قال لك لا ده درون، ممكن يكون درون اللي عمل كده، ممكن يكون حد لزق متفجرات في الطيارة هي وطالعة. طيب ما هو اتضح ان ابراهيم رئيسي اساسا كان معاه جهاز بيجر، يبقى ممكن يكون تم اغتيال ابراهيم رئيسي عن طريق جهاز البيجر ده، هو راكب المروحية اللي هي الهليكوبتر. اغتيال اسماعيل هنية، ده تم اغتيال اسماعيل هنية هو وجوه مسكن في جهاز المخابرات الايراني. يعني تم اغتيال اسماعيل هنية هو وجوه ايران. ما تتخيلوا معايا، انت اقوى جهاز امني مفروض في الدوله وبيتعمل له الف حساب. يعني احنا حتى في مصر كان لما يكون في مؤتمر كبير ويكون في رجال بوليس ورجال امن دوله و و و اول ما يجي حد من المخابرات كل ده يركن على جنب، بتاع المخابرات وصل، بتاع امن الدوله يركن، والضباط تركن عشان يدخل بتاع المخابرات. يعني جهاز المخابرات هو اقوى جهاز موجود. تخيل بقى لما يكون اسماعيل هنيه موجود في السكن بتاع المخابرات اللي بتحيط المخابرات وفوق وتحت مخابرات، وتخترق الشقة اللي فيها إبراهيم إسماعيل هنية بنفسه ويتم اغتياله هو على سريره. ليك إنك تفكر، إنما ترجع تقول ما تقدرش. ما تقدرش إيه؟ ما تفتح، ما تفوق، ما تحسب حساب خصمك كويس قبل ما تدخل معاه في عراك. أنت تعرف إن اللي قدامك رياضي، اللي قدامك قوي، يا تروح تتمرن وتبقى رياضي زيه وتبقى قوي عشان تقدر حتى على الأقل تنافسه وتقف قصاده، حتى تقف قصاده يبقى لازم تكون على مستوى من القدرة زيه. لكن انك انت ما تقدرش ورايح ترمي لك كام صاروخ يقتلوا كام بقرة زي اللي حصل في الفترة الأخيرة، حزب الله راح رمى كام صاروخ أصاب خمسة كده معديين و15 بقرة سلامتها أم حسن. يا أخي سلامتها أم حسن، ألا توجد حمرة خجل. اغتيال فؤاد شكر ما في جنوب لبنان، وكان المساعد الرئيسي والمساعد العسكري والمستشار العسكري لحزب الله لحسن نصر الله، تم اغتياله هو معاه مجموعة كانوا سبعة، وكان من ضمنهم برضو واحد من حرس الثوري الإيراني. يعني إيران موجودة في كل مكان، وده اللي يدل زي ما بقول كده ان اللي بيحرك حزب الله اساسا هي ايران ومؤامرات ايران. للاسف دمروا لبنان، دمروا جنوب لبنان، بيدمروا في الدول العربيه. حزب الله دمر العراق برضه، ما هو ايران دمرت العراق، بل على العكس، كانت العراق دي اغلبها سني، اغلبيه سنيه. دلوقتي من يتملكون الامور والأغلبية اللي موجودة في العراق شيعية تتبع إيران. التفجير يقال إنه تم عن طريق موجات الراديو. غريبة حكاية موجات الراديو ده بعض الناس قالت، في ناس قالت لك لأ رسالة اتبعتت. طيب في ناس بتتساءل كتير قوي، بيقول لك هل ايران هي اللي قامت بزرع هذه المتفجرات من في حزب الله؟ هو في حاجه اجينست وحاجه وزي، يعني حاجه ضد الكلام ده وحاجه تؤيد الكلام ده. هو ممكن طبعا تكون ايران حاسه ان حزب الله عايز يخلص من ثقل ايران والحكومه الايرانيه عايزه تخلص من ثقل حجم حزب الله، وان ممكن حزب الله يورط ايران في حرب كبيره عالميه هي مش قدها، فتقول لك انا اخلص بنفسي من حزب الله. ممكن. طيب ده في سفير ايراني مات، وقبل كده حتى مع فؤاد شكر في ناس، حد من الحرس الثوري الايراني تم اغتياله. هل تضحي بيهم؟ ممكن تضحي بيهم ايران، ممكن تضحي بيهم ايران. لكن في حاجه ضد الكلام ده، ايه بقى؟ طب شكل ايران ايه قدام القوى الدولية لما اسماعيل هنية اتقتل عندها في المخابرات،
ورئيسها يتقتل في طيارة، شكلها قدام القوى الدولية بتتباهى بقى إنها طاووس برضو، إنها طاووس، شكلها مش حلو، وخصوصا إن الدول دي أو الكائنات دي ما بتعترفش بالهزيمة أبدا. يعني لغاية دلوقتي لما تقابل حد يقول لك لقد تم النصر في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تم النصر مع إنه دك كلهم بيوتهم وقتلوا منهم 55,000 وكلهم اتطردوا من الأرض، يقول لك تم النصر. على أي أساس حسبت النصر ده؟ أنا مش عارف قواعدك الحسابية إيه أو معادلاتك الحسابية للنصرة والهزيمة إيه، أنا برضو مش عارف. حسن نصر الله قام بإلقاء خطاب، الحقيقة أنا سمعت الخطاب كله، أنا سمعت الخطاب كله، خد لكم صورته هو بيقدم الخطاب ده للشعب. الحقيقة دائما وأبدا ما يتم تخدير الشعوب العربية بالدين، بمعنى أول ما يطلع حسن نصر الله أو أيا كان من التكفيريين أو القتلة ويبتدي خطابه بآيات من القرآن، خلاص يبقى هو النبوة وهو كلامه من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص يتصدق أي كلمة. شعب مغيب تماما، أي كلمة يقولها هذا الشخص العالم هتصدقها وحينسوا خالص خالص الهزايم والقتلى والتفجيرات والخسائر، هينسوا ده. طبعا طلع حسن نصر الله وحاطط آية جنبه، الآية ثابتة طول الحوار، الآية بتقول إن الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي في 19 أيلول 2024، لسه ما فيش من كام يوم، يوم 19 مبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مثل هذه الآيات بنسمعها من 48 لغاية النهاردة، من أكتر من 76 سنة لغاية النهاردة، وأنا مش عارف نصر الله ده يعني اللي هو قريب مفروض يعني إمتى هيجي. يعني الآيات دي كان بيرددها ياسر عرفات، وكان بيرددها الشيخ أحمد ياسين، وكان بيرددها قبل إسماعيل هنية وغيره، كله التوى واتكل الله على الله، والآيات دي ما تزال بتتوارث، وهيجي بعد حسن نصر الله برضو اللي يجي ويقولها. طب أنا مش شايف نصر الله ده بيحصل. الملائكة نامت مثلا، استغفر الله العظيم، الملائكة نامت، ولا مش عارفين نحسب قدرات نفسنا وإن ربنا ما بيقفش غير مع المجتهد اللي بيجتهد وبيعمل. قال لك لو واحد ملحد في البحر راكب سفينة وقس أو شيخ راكبين معاه وجات السفينة تغرق والملحد بيعرف يعوم والشيخ والقسيس ما بيعرفوش يعوم، غرقت المركب، مين اللي هيعدي؟ اللي بيعرف يعوم. ملهاش علاقة بقى بانه بيصلي او بيصوم او يعرف ربنا او ما يعرفش ربنا، قدراته ايه؟ بيعرف يعوم هيعدي. اما قصص تانية بقى وتجيله حوت يبلعه، دي قصة تانية، دي قصة تانية. لكن حساب القدرات يا جماعة، وده اللي احنا بنأكد النهاردة، احنا ما بنتكلمش النهاردة شماتة في احد، احنا تصعب علينا اي دماء، اي دماء، اي دماء لبناني، اي دماء مضلل، دايما بيقول لك وارحمنا من الضالين امين، هدول الضالين اللي هم مش عارفين الحقيقه، الحقيقه في القدرات وتقنيه القدرات. احنا بنزعل على اي دم، سواء من جنوب لبنان او شمال لبنان او من جنوب اسرائيل او جمال اسرائيل او من شمال اسرائيل او من الغزاويه او من الحمسويه، كل دي دماء، دماء، وكل دي ارواح بنحزن ليها، ولكن بننبه لشيء. أنا لا أتمنى أبدا ولا أقول يعني لازم نحارب ولازم نقتل، لأن أنا ضد القتل بطبيعتي وضد الحرب بطبيعتي، ودايما مع السلام، واللي يجي بالسلام ممكن نحقق بيه. إحنا سينا أخذناها بالسلام، والله لو مش بالحرب، أوعى تفتكر بالحرب، ولا تقول لي كنا منتصرين، إحنا ما كناش منتصرين في 73 يا جماعة، إحنا في 73 ما كناش منتصرين، لأن شارون كان موجود في السويس والإسماعيلية. شارون كان موجود في السويس والإسماعيلية، ولو عايز يطلب امدادات من امريكا ويخش ويحتل باقي مصر كان قدر، لكن هم فضلوا السلام
وفضلوا ان يقفوا وقفه عشان يخلصوا من الحرب الدايمه دي ويفوقوا للتكنولوجيا بقى. مش لازم يدخلك جيش دلوقتي، ممكن يحاربك بجهاز التلفزيون اللي انت بتتفرج عليه، بجهاز البيجر زي ما حصل. الجزئيه دي لما طلع حسن نصر الله وبيتكلم قال لك، طبعا اتكلم واعترف الراجل ان في خسائر، لكن في نفس الوقت قال لك هنحقق انتصارات كبيره ولن نتوقف، ودي بقى اللي هي ايه؟ مش هتقدروا. حصلنا ضربنا لكن هنضرب تاني. في الخطاب ده حسن نصر الله قال انه هيقلل دايره الاتصالات. هيقلل دايره الاتصالات. بعدها اجتمع ب 20 من قياده حماس اللي هي قاده قوات قوه رضوان اللي هي مسؤوله عن الاتصالات وكده. واجتمع مع بعد ما اجتمع معهم اجتماع مصغر، راحوا نزلوا كلهم اجتمعوا اجتماع مكبر 20 من قادة حماس مع قوات من حماس مع ابراهيم عقيل اللي هو قائد قوات الرضوان في مبنى كبير الاتصالات. وصف المبنى ده مبنى عملاق، يعني 7-8 ادوار، بس في دورين تحت الارض وفي مسجد وفي دورين تحت الارض. الدورين اللي تحت الارض دول دورين خرسانة مكثفة، يعني خرسانة مفروض مضادة للرصاص و و و و ومضادة للتفجيرات تحت الأرض. بطريقة ما علمت إسرائيل بهذا الاجتماع، وده يدل على أن من جوه حزب الله في خونة، من جوه حزب الله في خونة، أو أن في كل مكان موجود أجهزة بتقدر تعرف إسرائيل عنها كل شيء. ضربت إسرائيل المبنى ده بصاروخين عميقي المدى، عميقي المدى. دخلت اخترقت الدورين اللي تحت الأرض وتم قتل هؤلاء القادة والقوات اللي معاهم. ده بعد خطاب حسن نصر الله. يعني لسه حسن نصر الله بيقول لك هنقلل دائرة الاتصالات، مفيش بعدها تاني يوم حصل الكلام ده والدب. تم تحطيم المبنى ده ودورين تحت الأرض. ده اللي حصل أكتر من كده كمان، إن إسرائيل ابتدت عندها طبعا أجهزة كشف من فوق بتغطي المنطقة كلها، بمعنى أنت يا حسن نصر الله ما عندكش أجهزة كشف فوق إسرائيل، لكن إسرائيل بتقدر تكشف أرضك كلها. بتضرب أنت الصاروخ بتقدر إسرائيل تحدد مكان انطلاق الصاروخ، فبتروح ضربة المنصة بتاعت اطلاق الصواريخ ايا كان هذه المنصة، حطيتها في مدرسة، حطيتها في 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 حضانة اطفال، حطيتها في كنيسة، هتضرب المكان. فابتدت اسرائيل عملت الاخطر من كده بقى، حددت اماكن اطلاق الصواريخ واخترقت الراديو الاسرائيلي. الراديو يعني الشخص هو ماشي في عربيته كده ومشغل، لقى الراديو لوحده اشتغل، وجات بيانات في كل الراديوهات اللي موجوده في جنوب لبنان وفي حتت في بيروت. قالت لهم اخلوا المنطقه، واي حد ساكن في عماره فيها منصات صواريخ يسيبها، لان احنا هنقصف ومش عايزين نصيب مدنيين. الله. طب ما انت لما اسرائيل بتبلغ الكلام من ده، طب ما ممكن مقاتلي حماس نفسهم يسيبوا المكان، ما يفرقش معاها، ما يفرقش معاها لسبب بسيط جدا، هي بتضرب الالات وبتحطم الالات اللي بتعمل الحرب دي، بتكثف وبتشيل قدراتك العسكريه. انت هتتجاب بطريقه او باخرى، هم عندهم بيانات بكل قاده حزب الله. فعلا ابتدى بعد كده اختراق لجميع اجهزه الراديو، والراديو ابتدى يذيع. الناس ابتدت في الوقت اللي قال لك ايه حسن نصر الله، قال لك كل الناس حتى اللي اتصابوا مؤيدين ومصممين على الصمود. بصينا لقينا يا محترم الاف العربيات طالعه سايبه جنوب لبنان وطالعه في اتجاه بيروت، لدرجه ان حركه المرور بقت ضعيفه جدا جدا جدا، بقى المرور ضعيف جدا جدا، كله بينزح، كله بيحاول يهرب من الكلام ده. طيب لما نيجي نشوف ان يعني حسن نصر الله بيتشدق بحروبه مع إسرائيل، نعرف ان في 3 حروب تمت ما بين حزب الله وإسرائيل، في 82 وفي 2006 و2023. في 82 كانت حرب كبيرة
واحنا قلنا حتى ان بعد كده تم تفجير عن طريق فؤاد شكر، انا قلتها لكم في الحلقه السابقه، دخل على المارينز الامريكي وفجر وقتل، ودخل على المارينز الفرنساوي وفجروا عربيات بالتي ان تي وفجروها في 82، لان القوات دي كانت نازله تعمل اخلاء لمجموعات من منظمه التحرير الفلسطينيه من جنوب لبنان، دي في 82. في 2006 تمت حرب واسرائيل ضربتهم ضربه جامده، صرخوا لمجلس الامن. مجلس الامن عمل القرار 1701 او 1701، 1701 قرار بان خلاص هنوقف الحرب واسرائيل هتوقف الحرب، بس حزب الله ده يكن ويرجع ويتوقف عن الحرب ويتشال تسليحه. لما حاولت القوات اللبنانيه تنزع السلاح بتاع حزب الله، حزب الله وقف وقال لك لا، احنا لا ينزع سلاحنا، واحنا لينا ولينا ولينا ولينا، ولا هتحصل حرب اهليه تانية. فخلص، والقرار 1701 بتاع 2006 ده يعتبر تم خرقه. الحرب الثالثه اللي هي 8 اكتوبر، امتى 8 اكتوبر؟ سموها جبهه الاسناد او جبهه الاسناد. 8 اكتوبر تاني يوم 7 اكتوبر طوفان الاقصى، يعني طوفان الاقصى دخلوا يوم 7 اكتوبر على حفله للناس بترقص وبتغني، قتلوا الناس اللي فيها والاطفال اللي فيها واغتصبوا، وكل ده متصور؟ لا، بتسندهم حزب الله يوم 8، حرب الاسناد او جبهه الاسناد، وراحت ضربه يقول لك عملنا الحرب دي لمسانده طوفان الاقصى. الحرب المجيده، الحرب المجيده على راي حسن نصر الله. طيب، يعني تقديريا مفيش انسان عنده ذره من الانسانيه سواء من المسيحيين او المسلمين يرضى عن ما حدث في 7 اكتوبر. ناس بتغني، يطلعوا لي بعد الحيوانات يقول لك ما فيش مستوطن يعتبر مدني، هم عسكريين. طب ما قيس القياس ده على نفسك، ما هم نفسهم طالما انت بتحاربهم وعايز تلغي وجودهم وبتعلم ولادك في المدارس ان يجب ازالتهم ورميهم في البحر، هيعاملوك نفس المعامله، يقول لك ما فيش مدني عندك، ما فيش مدني غير عسكري هتعتبره. انت بتقيس ليه قياس لنفسك؟ ما انت القياس اللي بتقيسه ممكن يقيسوا عليه، لكن هم مع ذلك بيتصلوا بيك قبل ما يضربوا لك البيت اللي فيه منصات اطلاق صواريخ ويقول لك اخلي المكان. دي تحسب لهم. هل انت قبل ما تدخل في طوفان الاقصى في 7 قلت ما تعملوش الحفله عشان داخلين نضرب؟ لا، ده انت يا راجل حتى في حرب 73 لما تروح تضربهم ضربتهم في عيد الغفران اللي بيحتفلوا بيه في العيد. ما الحرب خدعه عندك انت، طب ليه خدعه مش عندهم؟ ليه بيبلغوك قبل ما يضربوك؟ لانهم قدراتهم عارفينها، هم عارفين انك انت في ايديهم، رحت يمين رحت شمال طلعت فوق نزلت تحت، انت في ايديهم وهم يملكوا القدرات انهم يجيبوك. ده في فرق. البيبي يتشدق بانه عمل 3 حروب. طيب انت، لبنان عمرها ما كانت ليها مشاكل مع اسرائيل، بل على العكس، لبنان لغايه دلوقتي الاسرائيليين بيقعدوا في المقاهي بتاعتهم زي ما بيسمعوا ام كلثوم الاسرائيليين، وبيغنوا بيغنوا الفيروز وبيغنوا اللبنانيين. عمر اللبنانيين كلبنانيين ما كانت بينهم ما بين الاسرائيليين مشاكل، المشاكل ما عملهاش غير حزب الله، هذا السرطان الكارثي، هذه العصابه الراديكاليه اللي صنعت الفتنه الطائفيه في لبنان بين المسلمين والمسيحيين، واللي خلت بالاجبار الرئيس يبقى مسلم سني بعد ما كان رئيس لبنان دايما مسيحي، فدخلوا بتوجيه من ايران بتوجيه ديني ان الدوله اللي هي المفروض ان هي دوله علمانيه من الدرجه الاولى بقت دوله دينيه. هذا السرطان اللي في اي مكان. نفس القصه، ان زي ما حزب الله بيحتمي في المدنيين في جنوب لبنان، لا ده مش كده وبس، ده طلع معاه انه يخزن اسلحه في مناطق سكنى المسيحيين. يقول لك المسيحيين هم مش هيقربوا من المسيحيين، اخزن اسلحه هناك. بيحتمي بالمدنيين اللبنانيين، نفس القصه بتاعت حماس اللي هي بتحتمي بالمدنيين الغزاويين. المدنيين الغزاويين فوق وهي في الخنادق. طب نزلونا تحت عشان في ضرب، يقول لك لا، الخنادق اللي تحت والانفاق اللي تحت دي للمقاتلين، انتوا فوق عشان تتضربوا، عشان نطلع نتباكى عليكم لما تموتوا. لما تموتوا نتباكى عليكم ونقول اسرائيل بتقتل المدنيين.
نفس القصة، نفس الفصيل، نفس التفكير، نفس الغباء. يحتمي أعضاء حزب الله بالمدنيين في لبنان كما يحتمي أعضاء حماس بالمدنيين في غزة. ومن هو الذي يدفع الثمن؟ هو المدني، هم الأطفال، هم الأسر التي تريد أن تعيش في أمان، سواء من اللبنانيين أو من الغزاويين. أحلى حاجة أن حسن نصر الله طالع في الخطاب الأخير بتاعه بيقول أن إسرائيل لم تحقق أهدافها حتى الآن في غزة. بيقول إيه حسن نصر الله؟ بيقولك أن إسرائيل لم تحقق أهدافها حتى الآن في غزة. طب إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين ده مش إنجاز؟ طب فصل الشمال عن الجنوب في المنتصف مش إنجاز؟ طيب دحر كل الغزاوية 2 مليون لحتة في رفح ده مش إنجاز؟ طب رفع العلم الإسرائيلي على شمال وسط غزة ده مش إنجاز؟ طيب إنشاء قاعدة أمريكية على البحر للغزاوية للإسرائيليين، أو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية للأمريكيين على البحر ده مش إنجاز؟ طب استيلاء الإسرائيليين على منابع البترول في غزة ده مش إنجاز؟ إيه الإنجاز من وجهة نظر حضرتك أو حضرتك؟ عشان أنت ألدغ في الريه. طيب لو كانت إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة حتى الآن، أنت حققت أهدافك من خلال حروبك من 82 ل 2006 ل 2023، إيه النتيجة اللي أنت حصلت عليها؟ غير تفجيرات وأكل المزيد من اللبنانيين، هل حصلت على شبر أرض زيادة؟ هل حققت مكاسب زيادة؟ والله لم أرى لو أن الغباء تمثل في إنسان أو يتمثل في ناس إلا يتمثل إلا بهذه الشخصيات، هذه الشخصيات التي تناطح. حسن نصر الله بيتحدى إسرائيل وبيقول لهم أتحداكم لو أردتم إعادة المستوطنين اليهود لشمال فلسطين المحتلة، هو بيسميها فلسطين المحتلة، لو قدرتوا تعيدوا. طبعا في حوالي من 800 من 80 ل 100 ألف إسرائيلي سابوا الشمال ونزحوا للجنوب وسابوا بيوتهم عشان الصواريخ اللي جاية بتضرب. حسن نصر الله بيتحدى إسرائيل إنها ترجع 100 ألف، وبيقول لهم عشان تقدروا ترجعوهم مفيش حل قدامكم غير حاجة واحدة بس، توقفوا الاعتداء على غزة والضفة الغربية. طب حضرتك قبل طوفان الأقصى ما كانش فيه اعتداء على غزة ولا الضفة الغربية؟ كان لازمتها ايه لو كل مطالبك هو انك تمنع الاعتداءات على غزة والضفة الغربية؟ كان لازمتها ايه حربك في 82 وحربك في 2006 وحربك في 2023؟ انت حضرتك بتطالب بشيء فقط الرجوع للوراء، يبقى حضرتك حربك كلها لا هي اقصى ولا تحرير اقصى ولا حرب دينية، يبقى حضرتك هراء اللي انت بتقوله. حضرتك بتقول انا بتحدى ان اسرائيل تعيد 100 ألف اسرائيل لشمال فلسطين. لا حضرتك، اسرائيل هتعيد 100 ألف لشمال فلسطين، فلسطين او شمال اسرائيل هتعيد. واسرائيل زي ما اذلت حماس هتذلكم برضو، وزي ما تمكنت من انها تقلص قدرات حماس هتقلص قدراتكم وهيرجعوا 100 ألف. لا هتلحق تتحدى ده لو انت ربنا اداك طول العمر لغايه الوقت ده. ليه؟ لانك انت مش دارس قدراتك ومش عارف قدراتك وقدرات الاخرين. ده بالعكس، ده بيتحداهم حاجة تانية، بيقولك أنا أتمنى دخول الإسرائيليين جنوب لبنان، لأنهم لو دخلوا جنوب لبنان هيبقى شرك إن أنا أخلص عليهم، لأنهم هم موجودين الإسرائيليين هم موجودين في شمال إسرائيل لهم مظلات مراقبة ومظلات حماية، لكن لو جوني في جنوب لبنان ما لهمش مظلات حماية،
فانا هقدر اقع بيهم واخلص عليهم. بيتمنى هذا حسن نصر الله، بيتمنى دخول اسرائيل لجنوب لبنان عشان يقع بيهم. طب انا بقولها لك من دلوقتي، اسرائيل هتدخل لك جنوب لبنان ومش هتقدر تقع بيهم لسبب بسيط جدا، ان اسرائيل زي ما بتعمل مظلات اطلاق صواريخ وزي ما بتعمل مظلات مراقبه فوقيها، هتعمل مظلات مراقبه في كل مكان تنتقل اليه. يا ترى الكلام اللي انت بتقولوه ده كلام هرتلة وكلام خايب. انا بيصعب عليا العقليات دي لما بتتكلم كده، لان بيقيموا الاي كيو بتاع دماغك تقييم سيء للاسف، لانك انت بتفصع عن ما تريده هتنفذه لك. هتقول لهم تعالوا لي انا اتمنى تجوا لي جنوب لبنان، هيجوا لك يا حبيبي جنوب لبنان، بس ما هو انت هتفر انت ورجالتك، زي ما في انفاق هنا في انفاق برضه في حزب الله تحتيهم، زي ما اصحابك بتوع حماس هربوا في الانفاق تحت، هيجوا لك انت في جنوب لبنان هتهرب في الانفاق. مين اللي هيدفع الثمن؟ هيدفع الثمن المدني في جنوب لبنان. انت بتتحدى مين؟ انت مش قادر تتقدم خطوه، ما تروح لهم، انت بتقول لهم تعالوا لي، لا الراجل يجهز العده ويروح لهم، روحوا لهم انا جاي لكم، انت بتقول لهم تعالوا لي تعالوا لي تعالي لي يا بطه وانا مالي، هي تعالي لي يا بطه وانا مالي. كلام عبيط، كلام عبيط لا يدل غير على عقليات ضئيله، ضئيله التفكير وضئيله التخطيط. بيقول لك سؤال كان، هل تخترق اسرائيل الحرس الثوري الايراني والمخابرات الايرانيه؟ نعم، اسرائيل تخترق الحرس الثوري الايراني والمخابرات الايرانيه. انت صعب انك تخترق المخابرات اليهوديه الموساد. ليه؟ لانهم مؤمنين بقضيتهم. اما حتى حرس ثوري ايراني او مخابرات ايرانيه انت ممكن تخترقهم. ليه؟ لانك انت ممكن تضحك عليهم بالمال، او لانهم ايقنوا انه ليس هناك بدا من الحروب، اذا فلنستفيد ماليا. والخونه اكثر ما يكون في المجموعات دي، هما مش فاهمين الوضع يعني انا قاعد قدام اجهزه دلوقتي، قدامي جهاز لابتوب وقدامي كاميرتين، خلال الاجهزه او ثلاث كاميرات، خلال الاجهزه دي ممكن يكون فيها حاجه متفجره ممكن جدا. طب انا خايف؟ لا، انا هيستهدفوني ليه؟ انا راجل ما بحاربش. لكن ممكن الجهاز ده اللي قدامه شخص تاني يكون مستهدف يتفجر؟ اه ممكن. طب هل هتقدر انت تستغنى عن التكنولوجيا؟ لا، مش هتقدر تستغنى عن التكنولوجيا المتطوره، من لابتوبات من كمبيوترات، لانك هترجع لعصر الجاهليه، مش هتقدر تتصرف. هل تقدر انت تستغنى عن اجهزه الاتصالات؟ لا، هتبلغ اوامرك ازاي؟ فانت في ايديهم، في ايديهم. قبل كده اسرائيل كانت اول بلد تصنع تقنيه برامج البيجاسوس للتجسس. البيجاسوس بتصنع الاجهزه دي وبتتجسس بيها، اجهزه كبيره اخترقت باجهزه البيجاسوس. يبقى انت لازم تحسب هما وصلوا لمرحله ايه. ده دلوقتي في الوقت الحالي اسرائيل بتطور تكنولوجيا الحاسوب، ان اللابتوب والكمبيوتر وحتى الموبايل يفتح ببصمه الوش. يعني دلوقتي في اجهزه زي الاجهزه اللي بملكها انا مثلا بتفتح ببصمه الصباع، وقال لك في اجهزه بتفتح ببصمه الوش من الاجهزه الموبايل. لا، هي كمان بتطور ده في اجهزه الكمبيوتر وفي اللابتوبات، انك تفتح ببصمه الوش. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في المستقبل ممكن يتم القتل على الهوية وبدون ما يبعت لك حد. انت مستهدف، بتفتح ببصمة وشك، بصمة وشك بتقول ان انت وشك مثلا فلان حسن نصر الله مثلا، انا معايا الاجهزة دي كلها بهذه البصمات، استهدف الجهاز فقط اللي بيحمله حسن مثلا نصر الله وفجره كده بالسلامة حسن نصر الله، او غيره او حسين او اي شخص اخر.
ودي تقنيات عالية جدا. تقدر تتوقف انت عن استخدام التقنيات الجديدة؟ مش هتقدر. ليه؟ لانك انت ما تقدرش تصنع البديل. انت لو تملك قدرات نفسك، وبدل ما عشت 70 سنة تعلم الكراهية من خلال الأزهر ومن خلال جوامعك ومن خلال كتاتيبك، بدل ما بتصرف 40 مليار على الأزهر كنت صرفتها على البحث العلمي والتطوير التقني والتكنولوجيا زي ما عملت إسرائيل. سابتك وديت لك السلام، عايز سينا خد سينا، خد سينا وسيبني بقى أخطط أنا. أخدت أنت سينا تمام، فرغت هي بقى، أمنت نفسها من عدوها الجنوبي، ابتدت تشتغل في التطوير، ابتدت عندها علماء، ابتدت تطور، صنعت أجهزة، صنعت تكنولوجيا، بقت الأولى عالميا في كل شيء، حتى في جوائز نوبل. شوف كم جائزة أخدوها في إسرائيل، نوبل. نوبل أنت أخدت إيه؟ أنت أخدت إيه؟ اخترعت إيه؟ اخترعت ولا حاجة، ولا تعرف تخترع حاجة، ولا تعرف تعمل حاجة. تعال نشوف مع بعض بعض الاختراعات اللي هي عملوها علماء كتير وديانتهم ايه. ولو اني ما بحبش اقول، لكن عشان انا هقول عشان بس انت تظبط نفسك وتعرف قدراتك وسط الدول ايه، قدراتك ايه وسط الدول. اللي اخترع الكهرباء توماس اديسون يهودي. اللي اخترع الكهرباء توماس اديسون يهودي. اللي اخترع التلفزيون جون بيرد يهودي. التلفزيون جون بيرد يهودي. اللي اخترع التليفون أنطونيو ميوتشي يهودي. اللي اخترع التليفون أو الهاتف أنطونيو ميوتشي يهودي. اللي اخترع الفيس مارك زوكربيرج يهودي. اللي اخترع الفيس مارك زوكربيرج يهودي. اللي اخترع الكوكل ساندرا بتشاي هندوسية. ساندرا بتشاي، احنا بنتهم الهندوس بانهم كفرة، بعضا منا، انا لا اتهم احد. ولما بتتريق على حد تقول له انت فاكرني هندي؟ لا، ده الهنود عملوا يا حبيبي، اخترعوا، اخترع الكوكل ساندرا بتشاي هندوسية. اللي اخترع السيارة كارل بينز يهودي. يهودي. اللي اخترع الطيارة الاخوان رايت يهود. للسيارة كارل بينز، وسيلة النقل اللي بتركبها انت حسن نصر الله وغيره اساسها. اللي اخترع الطيارات اللي بتتنقلوا بيها الاخوان رايت يهود. اللي اخترع المكيف ويلس كارير يهودي، عشان كده في اجهزه كتيره عندنا في بلادنا اجهزه تكييف اسمها كارير، لان اللي اخترعها ويلس كارير اليهودي. اللي اخترع الثلاجه فرديناند كاريه مسيحي. اللي اخترع الثلاجه فرديناند كاريه مسيحي. اللي اخترع الرادار واتسون وات رادار مسيحي. رادار بيستخدموه في الجيش، رادار اللي بتاخدوا بيه المخالفات، اللي اخترع اساسه ورمى بذرته واتسون وات مسيحي. اللي اخترع الغواصه جون هولان. جون هولان اخترع الغواصه يهودي. اللي اخترع المجهر ليفن هوك، المجهر اللي بنبص عليه على النجوم، اللي اخترعه، ومش لازم حتى الميكروسكوب، برضه نفس الكلام، ليفن هوك يهودي. اللي اخترع الديناميت الفريد نوبل. الفريد نوبل يهودي، اللي بعد ما اخترع الديناميت ندم وكرس كل امواله للسلام، وقال لك مش عايز حروب، وانا لو كنت عارف ان ده هيستخدم في الحروب ما كنتش استخدمته، واتعملت باسمه جائزه نوبل. اللي اخترع الديناميت اللي فجرته بيه كنايس في حتت معينه، واللي بتفجروا فيه بعض، واللي بتقاتلوا بيه بعض، الفريد نوبل. اللي اخترع القمر الصناعي بيتر كابيتسا يهودي. يهودي. اللي اخترع المصعد او الاسانسير اوتيس يهودي، عشان كده دايما الاسانسيرات كلها من شركات اوتيس. اللي اخترع الكاميرا ايستمان مسيحي. اخترع الكاميرا ايستمان اللي من خلالها حضراتكم شايفيني، واللي من خلالها اتنقل خطاب حسن نصر الله مسيحي. اللي اخترع السخان الكهربائي لارج مسيحي. يمكن انا يمكن فوق 17 ولا 18 اسم، منهم حوالي 12 يهودي، دول اللي قدموا للبشريه. انتوا بقى قدمتوا ايه للبشريه؟ عرب قدموا ايه؟ اوعى تقول لي فرساي
ولا نط بالبتاعة ولا كل ده فرس. فرس تاريخ، فرس تاريخ قبل كده ليهم تاريخ وليهم حضارة، لكن ايه اختراع في العصر الحديث من بعد ظهور الميكنة؟ اخترعوا ايه الفرس؟ حتى الايرانيين اخترعوا ايه؟ عندهم حضارة قديمة. احنا في مصر عندنا حضارة قديمة 7000 سنة، لكن من 1000 سنة اخترعنا ايه في مصر؟ ولا حاجة. لازم نعترف بالحقيقة. ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا، أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بنتشدق وبناكل عيش من آثارنا لغاية دلوقتي. آثارنا بتاعة القدماء المصريين القدام، لكن إحنا عملنا إيه حاليًا؟ لا ولا حاجة. عملنا بس حروب، عملنا الأزهر عشان نشر فكر الكراهية بين الناس، وإن الناس تكره بعض، والمسيح يكره المسلم، ده بس اللي إحنا عملناه. عملنا حاجة تانية؟ طيب الدروس المستفادة إيه؟ يعني أنا ليا دلوقتي هدخل على ساعة، أنا يعني هل أنا ليا مزاج مثلا أتكلم أو أنا بتشفى؟ لا والله ما بتشفى، لأن اللي بيصير عليكم ممكن يصير علينا بكرة، ممكن يصير على بلدي مصر بكرة، وأنا أهم شيء بالنسبة لي بلدي مصر اللي عايزها تعيش في أمان، ومش عايز أي شيء يصيب بلدي مصر، لأن بلدي مصر حتى لو أنا بعيد عنها عايزها تعيش في أمان وسلام، وأهل مصر مسلمين ومسيحيين يعيشوا في سلام وأمان. الدروس المستفادة إيه؟ اعرف قوة خصمك، اعرف قدرات خصمك قبل ما تحاربه، جهز لخصمك. خصمك يتسلح بالعلم، تسلح بالعلم، اترك الجهل والجاهلية اللي انت فيها وانكبابك على الكتب اللي انت بتدرس كراهية وبتدرس جهل، ولتفوق للعمل والعلم والإيمان. العلم، العلم الأول، العلم الأول. انت ما تقدرش، انت حتى لو انت دولة دينية، يعني اليهود ناس عندهم دين، لا الهند انت ما تقدرش تروح تغزو الهند مع انها لا تؤمن بعيسى ولا بغير عيسى ولا بالمسيح بتاعنا ولا بمحمد بتاعك، ما بتؤمنش بيه، لكن تقدر تروح تحارب الهند؟ لا ما تقدرش، لان الهند متقدمة عنك تكنولوجيا. احنا بس الدول المؤمنة سوري انا اسف، الدول المؤمنة بالرسالات السماوية، الدول المؤمنة بالرسالات السماوية أحلى حاجة فيها تحارب بعض. هتلاقي أغلبية الحروب بيحاربوا بعض، مسيحيين مع مسلمين، عايزين هم عايزين كده يعني. مع يهود، هم دول أصحاب الدينات اللي ربنا نزلها، وأصحاب اللادين اللي ما عندهمش دين بنسميهم عايشين في سلام، سواء اليابان سواء اليهود الهند. أي نعم في بعض منهم في اليابان وفي الصين وفي الهند في بعض المسيحيين، لكن الأغلبية لا، لكن عايشة في سلام. الهند فيها فوق ال 4000 ديانة وعايشين في سلام، لكن احنا اللي انزل الينا الكتاب هدى للناس وللمتقين، واننا خير أمة اخرجت للناس. أسوأ أمة، أسوأ أمة لسبب بسيط جدا، بنأذي نفسنا بنفسنا. وانا بقول لي دروسهم مستفادة لاني خايف على مصر. احنا لو عدينا دول تانية ممكن يحصل فينا اللي بيحصل في حزب الله وفي ايران. يعني احنا اقوى من ايران؟ اوعى تقول لي مصر اقوى من ايران، حتى لو قلت لي القوه ال 16 في المنطقه، اوعى تقول لي ان مصر اقوى من ايران، قتلوها الرئيس بتاعها، اخترقوا مخابراتها، اوعى تقول لي. مش بخوف، لا مش بخوف، بس احسب قدرات. عايز تحارب يا سيدي حارب، بس قوي نفسك، امن نفسك، اعمل صناعتك بنفسك، ازرع بنفسك، كل اكلك بنفسك، صنع بنفسك سلاحك، صنع بنفسك كاميرتك، صنع بنفسك مسيراتك. لكن انت عندك طياره، الطياره نفسها بشفرة من بره، يا تطلع يا ما تطلعش. الطيارة الحربية بتاعتك والغواصة الحربية بتاعتك فيها شفرات من جوه، لو هي وطالع عايزين يوقفوها من بره هيوقفوها، لأن قرارك مش بإيديك. التكنولوجيا ما انتش مصنعها في بيتكم حضرتك، حضرتك التكنولوجيا ممكن تكون جاية متسربة من حتة تانية ويكون فيها شفرة جاية لك من إسرائيل أو من غيره. يبقى تفوق، الدروس المستفادة إنك تفوق، تفوق. الدرس الثاني المستفاد انك تحسب قدراتك كويس. الدرس الثالث المستفاد انك انت تحط ميزانية كبيرة على البحث العلمي، ولما تقدر ترفع راسك وتصنع وتاكل عيشك وتكون مش محتاج للخارج، لا في اكل ولا في شرب ولا في سلاح، حارب. العلم والتكنولوجيا هما الهدف دلوقتي. التكنولوجيا بحجة فلسطين تم تدمير لبنان ويتم تدميرها حاليا، بحجة فلسطين برضو حصلت أشياء كثيرة في العراق، وبحجة فلسطين يريدون لمصر
أن يزج بها في حرب مع إسرائيل لتحطيم مصر. الشعب الفلسطيني هو عرب فلسطين. لو رحت العرب فلسطين هتلاقيهم عايشين في سلام تماما، بل ومن عرب فلسطين يوجد جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي. من عرب فلسطين يوجد جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي. ما يحدث من حماس أو من البعض في الضفة جاي من تعاليم الأزهر اللي هي عايزة تحرر الأقصى، وشرحنا 100 مرة إن الأقصى ده ملوش علاقة برسول الإسلام. الجامع الأقصى اللي بيخص رسول الإسلام موجود في السعودية، في جامع أدنى وجامع أقصى. أما هذا اللي يدعونه إنه جامع أقصى اللي موجود في إسرائيل، ده بناه عبد الملك بن مروان بعد موت الرسول بفترة طويلة جدا، ولم يعرج إليه رسول الإسلام لا في حياته ولا بعد ما ماته. الدرس اللي لازم نفوق عليه، ما تاخدناش الجلالة ويقعد لي كذا واحد يقول لك لا لازم ندخل ولازم نعمل ولازم ندافع. طيب محضر يا اخويا؟ محضر اللابتوب اللي انت بتتكلم منه قدامك ده صناعة مصرية او صناعة فلسطينية؟ لما تحضر يا حبيبي الكلام ده ابقى روح حارب يا بابا، ابقى روح حارب يا حبيبي. اتمنى ان اكون الجزئية دي اعتقد ان انا اديت عليها رؤية كاملة تماما. نطلع من النقطة ديت لأسئلة حضراتكم، أنا هجاوبها كلها. في أسئلة كتيرة رص نازلة عندي. بيطلع دونالد ترامب دايما في أحد المنتجعات بيلعب جولف. انت عارفين طبعا المساحات، حدائق الجولف دي بتبقى على مساحات شاسعة، بتبقى فيها حفر وبتضرب من كورة من مكان لمكان من حفرة لحفرة وهكذا على مساحات شاسعة. فدونالد ترامب دايما بيروح يلعب جولف في المكان ده. المكان ده متصور بأسوار سلك يعني بحيث يعزله، يبقى ليه مكان دخول واحد، وهو معزول بأسلاك شائكة حواليه مرتفعة. فاكتشفوا في المنتجع ده ان في واحد اسمه رايان ويسلي بروس، سنه 58 سنة. ده رايان ويسلي بروس، دي اكتر من صورة عندي. رايان ويسلي بروس ده 58 سنة، وعلى فكرة ارتكب جرائم كتير قبل كده، ارتكب جرائم كتير، وحتى كان بيظهر في مظاهرات دايما يعني. بيطلع في المظاهرات برضو ليه افكار كده يعني، افكار خاصة بيه، افكار خاصة بيه. رايان ويسلي بروس 58 سنة، اخد المدفع بتاعه بندقية كبيرة وشنطتين محملين بالرصاص، وطلع على المكان اللي فيه دونالد ترامب عشان يضربه. في طبعا هناك في حراسة، فالحراسة اخدت بالها ان في حركة او صوت من مكان ما، طلعت على المكان ده. جري بروس ويسلي في الغابات وهرب بعربيته، فلقت البندقية بتاعته متنشن على المكان اللي فيه موجودة يعني ركنة، بالقرب المكان اللي فيه دونالد ترامب والشنط اللي فيها رصاص. من خلال الكاميرات عرفوا يتقصوا وعرفوا يحاصروا رايان ويسلي ده في مكان ما ويقبضوا عليه. التحقيقات بتقول ايه؟ افاد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص مارك توماس بان رايان ويسلي دفع فوهة بندقية عبر محيط ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش يوم الأحد أثناء تواجد الرئيس السابق في الملعب، مما دفع أحد عملاء الخدمة السرية إلى إطلاق النار، لافتا إلى أنه فر عقب ذلك. وأكد توماس أن العملاء عثروا على حقيبتين وبندقية محملة بمنظار وأغراض أخرى، وعندما أوقفته قوات إنفاذ القانون على الطريق السريع رقم 95 في مقاطعة مجاورة، أجاب روس بالإيجاب بأنه يعرف سبب إيقافه. كما توصلت التحقيقات الإضافية
إلى أن أشار إلى أن إشارات الهاتف المحمول الخاص بروس كشفت عن تواجده على طول خط الأشجار في ملعب الجولف قبل الحادث لمدة 12 ساعة. يعني من خلال تعقب إشارات الموبايل اللي كان مع روس، ثبت إن روس كان متواجد في المكان بتاع ترامب ده لمدة 12 ساعة في المكان، عشان ينتظر اللحظة اللي داخل فيها روس عشان يضربه، اللي داخل فيها ترامب عشان يضربه. وجه الادعاء العام تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب إلى ريان روس، بجانب تهمة حيازة سلاح ناري على المستوى الفيدرالي. طبعا دي المحاولة التانية لاغتيال دونالد ترامب. الحقيقة أنا اتفرجت على جزء من دونالد ترامب، المناظرة اللي بين دونالد ترامب وكاميلا هارس في التلفزيون، وطلعت ناس كتيرة كتيرة تقول لك إن كاميلا هارس مسحت بترامب الأرض وإنها هتكسب وإن وإن. أنا مش شايف ده الحقيقة، أنا مش شايف ده، لأني أنا شايف إن هي كاميلا هارس خبيثة شوية، خبيثة جدا، لأن هي كانت بتضحك طول الوقت هو ترامب بيتكلم، وده نوع من الاستهزاء أو إثارة حفيظة الآخر. كونك انك انت تقعد تضحك وشخص تاني بيتكلم، ده انت بتصير حفيظته او بتدعي ان كلامه غير مهم، وده يدل على انك انت في موقف ضعيف. ثانيا، الادعاءات اللي ادعتها على ترامب في غير موضوعها، يعني تناقشوا في موضوع الاجهاض وقالت له انت عايز تمنع الاجهاض وده ضد حرية المرأة، انما فرد عليها قال لها لا انا ما قلتش كده، انا ليا طريقة تانية، انا انتوا عايزين الاجهاض ما يتعملش، وبعد ما يتولد الطفل تقرروا يعيش ولا يموت، يعني انتوا كمان عايزين الاجهاض ما يتعملش، وبعد ما الطفل او تجهض في الاول، او ان الست تكمل الحمل وتولد وبعد كده تاخدوا الولد تقرروا يعيش ولا لا، او ممكن تموتوا، يعني بتموتوا طفل عاش ودي جريمة اكبر. اما انا فبقول لا، الاجهاض ممكن في حالات معينة زي حالات مرضية هينزل الطفل مصاب بمرض خطير، او ان الطفل ناشئ عن علاقه مريبه زي الاغتصاب، فدي ممكن في حالات معينه ممكن يتم الاجهاض، لكن مش في كل الحالات. اتهمته باشياء كتيره جدا، قال لها الحاجات دي سواء فلوس الانتخابات لغير الانتخابات، الحاجات دي قدام القضاء المفروض ما تناقش فيها، لان القضاء لغايه دلوقتي ما حكمش فيها. انا اللي شايفه ان هي ست يعني بتتلاعب بتتناطح، بتحاول بالضحك انها تضحك او تثير انفعاله عشان ما يعرفش يركز في الاجابه. لكن انا مش شايف ان ترامب انهزم في المناظره، الا اذا كنتوا بتشوفوا ان الضحك الكتير ده حلو للنجاح. يعني انا عن نفسي انا بشجع الجميع انهم ينتخبوا دونالد ترامب. يعني في ناس كتيره بتسمعني في امريكا، يعني يا ريت انكم حضراتكم تدعموا ترامب وتدوا اصواتكم، لان هي طبعا بتستند الى اصوات الملونين واصوات المهجرين واصوات ناس تانية كتير يعني. لكن انا عايزكم انتوا لا تدوا اصواتكم لترامب، لاني مع كاملة هنخش في زقاق لا يعلمه الا الله، وهنخش تحت النظام العالمي، والنظام العالمي ضد الاديان، وهيبقى طبعا هي بتتشدق بالحريه، ان ترامب ضد المثليه وهي بتدعم المثليه وتقول لك ان دي حريه. انا ما بعتبرهاش ان دي حريه، انا بعتبر ان المفروض احنا ما نتعرضش للناس دي بالخطر ولا نقتلهم، ولكن ليست حريه، طبعا حريتهم مع نفسهم، ولكن ان لا يخترقوا دور عباداتنا، وان لا يخترقوا اطفالنا، وانه ما يشهروش وده، ويحاولوا زي ما بيعملوا حاليا انهم ينشروا المثليه الجنسيه بين الاطفال حتى في المدارس، ده المفروض لا، لان ده شيء عيب وما يصحش، وده المخطط بتاع النظام العالمي ان هو يقلص عدد السكان من 7.5 مليار لمليار او 1.5 مليار بالكتير عن طريق المثليه الجنسيه، ان راجل مع راجل وست مع ست، او نشر الاوبئه والفيروسات فتقتل الناس عن طريق المرض، او اثاره الحروب فتقتل الناس عن طريق الحروب زي ما بيحصل دلوقتي، وبيشجعوا على الحروب بين البلاد عشان يبيعوا هم اسلحه ومزيد من الدماء واراقه الدماء في كل مكان. تاني بكرر، اتمنى من ربنا انه يسند ترامب ان هو ينجح في
في الحرب اللي جايه وفي الانتخابات اللي جايه، ما هي حرب طبعا، وان ربنا يسنده، انقذه مرتين من محاوله اغتيال، ان ربنا ينقذه من المحاولات اللي بتتم يوميا لعرقلته. هو حوالي 77 سنه لكن مركز، وربنا مديله قوه وربنا مديله ذكاء. فاتمنى من الشعب الامريكي اللي هو لديه القدره على الانتخاب انه يصوت لدونالد ترامب، ويا رب يفوز في الانتخابات الجايه. اتمنى هذا، واتمنى يعني حتى لو ما فازش هو ما يجيش حد من الديمقراطيين صراحه، يعني لان الديمقراطيين انا ما مش مرتاح لهم ابدا. ربنا يستر، ربنا يستر. انا بقول دي ارائي لكن ربنا يستر. نيجي بقى الموضوع، في موضوع جديد قوي، في تطور لمحاولات تهجير او ترحيل للمجنسين العرب من الدول الاوروبيه. تمت في الاول انه بيقدر حتى على الشخص اللي اخذ الجنسيه السويديه، ده الكلام ده في السويد، انه قالوا له نديك 865 يورو وتذكره طيران لغايه ما توصل بلدك وتعيش في بلدك. كان مبلغ طبعا، قلته انا في حلقه سابقه، مبلغ يعتبر مبلغ بسيط وزهيد يعني. لا دلوقتي وصلت انهم بيعرضوا على الشخص في السويد 35 الف يورو. يعني دي لو فكيت ال 35 الف يورو بالمصري، لا دخلت في ملايين، يعني دخلت في ملايين، دخلت في ملايين. هتضرب 35 في 60، عديت ال 2 مليون، يعني عديت بكتير جنيه مصري. لا السويد بتعرض على كل واحد في السويد عربي اخذ الجنسيه السويديه 35 الف دولار وكمان، او 35 الف يورو وكمان تذكره طيران يوصل بيها لغايه بلده. طب ده ليه؟ يعني احنا عارفين ان اوروبا بيقول لك القاره العجوز، لانها الناس فيها الاعمار الكبيره اللي هي اللي عايشه وما فيهاش شباب كتير، محتاجة ايد عاملة كتير، وهي عايزة فعلا ناس تروح تشتغل كتير. طيب ليه دلوقتي بتقول الناس امشوا؟ لا ما هي حسبتها، حسبت انا دلوقتي لو بحسب المكسب والخسارة، انا عندي مجموعة بتيجي منها نسبة جرائم عالية بتهدد السلام المجتمعي للسويديين، لا اخلص منهم حتى لو دفعت فلوس. نفس الكلام ده ابتدت العربية، الكراهية للعرب، الكراهية للعرب تتزايد، والكل الملونين الغامقين في اللون زي نحن، احنا هم بيبصوا لينا احنا كده على طول بيعرفوا شرق اوسطي مثلا، بس ما هيعرفش اذا كان مسيحي ولا مسلم، راجل بتاع سلام زي حالاتي ولا راجل ممكن يشيل الغام ويدمر. فابتدت الكراهية تتزايد وابتدت تظهر. لسه في الاسبوع اللي فات عندكم شاب مسلم مفيش 18 سنه او 17 سنه بيدخل الكنائس ويتكلم مع الناس في الكنائس بيرحبوا بيه وهو يكلمهم بالعربي ويقول لهم اتمنى يا رب بكره تموتي، وتقول له بتقول ايه؟ يقول لا انا بتمنى لك كل شيء خير، وهو بيتمنى لها، بيدخل جوه الكنيسه ويقابل الناس دي ويظهر كراهيته. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الكنيسه عمرها ما قتلت حد، ده عمر الكنيسة ما تسببت في مقتل حد، ده كل الخراب اللي جاي على العالم كله طالع من الجوامع اللي بتعلم تعاليم تدعو للكراهية والاضطهاد الآخر والإرهاب وكراهية كل من هو غير مسلم. هنضحك على بعض ليه؟ المسيحية طول عمرها وكنائس المسيحية لا تقدم للناس غير كل خير. لا ده بيبين لك ايه؟ ان عيل 17 18 سنة عايش في امريكا ومتنعم بيها واسرته متنعمه بيها وعايش في سلام وعايش في رفاهيه في رفاهيه، ولكن الكراهيه بتملا قلبه. طب تفتكروا فيديو زي ده مش هيترجم للقاده اللي هناك ويعرفوا يقول لك ايه ده؟ ده شاب 17 18 سنه، ده مشروع ارهابي. طب العالم دي لا نافع فيها اندماج، ولا نافع فيها ان احنا بناكلهم ببلاش، ولا نافع فيهم ان احنا بديهم رعاية صحية ببلاش،
ولا نافع فينا ان احنا بنديهم معونات لان مش قادر يشتغل، ومع ذلك بييجوا ينطحونا وبيأثروا علينا. فابتدت الكراهية بقى بتزيد والخوف يزيد، ومفيش حاجة اسمها فوتوفوبيا، يعني خوف ملوش مبرر، لا ده خوف ليه مبرر. المهاجرين في السويد حوالي 20% من السكان، حوالي 2 مليون و800 ألف، 2 مليون و800 ألف. كمان حسبوا نسبة المهاجرين في ألمانيا لقاهم 17 مليون مهاجر موجودين في ألمانيا، 17 مليون مهاجر. في كندا في 8 مليون مهاجر، طبعا انا بقول مهاجرين كلهم بس الاغلبيه فيهم عرب. بتحسب المانيا 17 مليون مهاجر، اغلبيه منهم عرب جايين من سوريا وافغانستان فخطر كبير جدا جدا جدا. اتنقل لالمانيا، في رد فعل بيتم بعد كده لما الناس دي مش عبيطه، الناس اللي عندها التكنولوجيا اللي ممكن تسمعك انت في الجامع بتقول ايه، انت وفي الدروس اللي بعد الظهر في الجامع انت بتقول ايه، لا بتاخد تدابيرها ضدك. فاغلق في المانيا مسجد جديد في الاسبوعين اللي فاتوا دول، في فترات سابقه تم اغلاق مساجد سبب ان فيها تعليم ارهابي اغلقوها، لا في الاسبوع اللي فات برضو تم اغلاق مسجد سبب ان التعاليم بتاعته تعاليم بتحض على الكراهيه، بتحض على الثوره، واتضح ان في احد الجوامع تابع للاخوان المسلمين بتوع حماس، فاخذوا قرار وطلع قرار من وزير الداخليه بقفل هذا المسجد والتحقيق مع الكل. قال لك في ولايه براندنبورغ بامر من وزير الداخليه هناك جامع اسمه جامع السلام، شفت الحلاوه؟ حلوه لما تلاقي سوفريدن هايت والسلام تقول يا سلام جامع ليه معنى جميل، جامع السلام. الجامع ده تابع لجمعية السلام التابعة للإخوان المسلمين وجماعة حماس الفلسطينية. الجامع ده بتاع السلام اللي احنا عمرنا ما شفنا سلام لا من الإخوان ولا من حماس في كل مكان، حتى في مصر أغلبية اللي كان بيحصل في سيناء كان جاي من حماس، معلش يعني الإخوان المسلمين، وشفنا تيارات من الإرهاب من حسن البنا لجماعة شكري مصطفى لغيره حتى مقتل الشيخ الذهبي لغاية اغتيال السادات لغاية ما بعده لغاية جرائم في سيناء ومقتل شهدائنا في سيناء. تم إغلاق هذا المسجد بحجة أنه يقدم عظات تحريضية ضد اليهود كما يدعم منظمة حماس الإرهابية، وهو بهذا يخالف الدستور والقانون الألماني. كما قامت الداخلية بتفتيش منازل بعض أعضاء الجمعية في مدينة براندنبورغ وفي برلين. هجمت أحد أعضاء البرلمان الألماني واسمها كاترينا دروجا وهي من حزب الخضر الإسلام تحت قبة البرلمان الألماني هجوما عنيفا وغير مسبوق، وذكرت جرائم الإسلاميين ومنهم التهجم وقتل ثلاثة وإصابة 10 في احتفال سكان مدينة زولينجن بالعيد 650. يمكن أنا كلمتكم في الحلقات السابقة على الراجل اللي دخل ومعاه سكين وقتل ثلاثة وأصاب 10 بإصابات ضربهم وهم في احتفال بيحتفلوا بالعيد المئوي العيد 650 لإنشاء مدينتهم. بسبب ده طلعت عضوة برلمان الخضر، حزب الخضر ده أكتر حزب سلام وبيدعو للسلام وبيدعو للاعتناء بالمهاجرين ودايما بيساعد في المساعدات الاجتماعية، بيطالب مساعدات اجتماعية ورفع المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. الست دي عضوة البرلمان البرلماني اسمها كاترينا دروجا، ودي عن حزب الخضر طلعت بتتكلم عن المهاجرين وبتتكلم عن الإسلام السياسي بانه سموم. قالت ايه الست دي؟ طبعا المجله طالعه ومنزله الخبر زي ما انتم شايفين، وقال لك الارستا جرونن بوليتيكيرن فارنت فور ديم جيفتس ديس اسلامز. الارستا جرونن بوليتيكيرن فارنت فور ديم جيفتس ديس اسلام.
قال لك مندوبة حزب الخضر في البرلمان الألماني بتحذر من سموم الإسلام، ما قالتش الإسلام السياسي كمان، قال لك جفتس ديس إسلام. وصفت زعيمة الحزب الخضر في البوندستاج، البوندستاج اللي هو البرلمان، وصفت زعيمة حزب الخضر في البوندستاج كاترينا دروج الإسلام بالسم. وقال النائب، وقالت النائبة نائبة حزب الخضر في البوندستاج، إن سم الإسلام يصل إلى عقول الناس ليس فقط في الخارج ولكن هنا أيضا. ودارت مناقشات ساخنة في المناقشة حول سياسة اللجوء الحالية. يعني حتى سياسة اللجوء الحالية عايزة تناقشها وعايزة تغيرها. قالت لك جملة: Das Gift des Islam reicht die Köpfe der Menschen nicht nur im Ausland sondern auch hier. قالت لك ان سم الاسلام لم يصل فقط الى رؤوس الـ 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 الناس في الخارج، بل وصلت الى رؤوس الناس هنا عندنا. زندرن اوخ هير. قال لك سموم الاسلام ما اصابتش الناس بس في الدول الاسلاميه، لا دي بتصيبنا هنا في بلادنا. ما تبص لمظاهر الكراهية اللي بتتزايد. كنت دايما يعني لو حد اتكلم زمان، لا يطلعوا لك الألمان يدافعوا لك، لا احنا مش عايزين نبقى راسيست، احنا ضد الراسيست ولازم نعامل الشعوب دي كويس. لا دلوقتي جموع الأوروبيين بياخدوا الاتجاه اليميني، الاتجاه المتشدد، كله بيناصر المتشددين لخوفهم الإسلام السياسي. طب ده مستقبلك، مستقبل ايه؟ مستقبل المهاجرين ايه؟ اعتقد المستقبل صعب، صعب جدا جدا جدا. واعتقد ان الحل لازم يبدأ من عندنا احنا، انما نروح زي شيخ الازهر نروح لك المانيا يديهم خطاب محبة وسلام ويخش هنا كفر، لا الناس دي مش عبيطة على فكرة، الناس دي مش عبيطة. يبقى احنا الحل من عندنا هنا، ان احنا نغلق مفتاح الارهاب. نغلق مفتاح الإرهاب إزاي؟ إن احنا نغلق مصدر التعاليم الإرهابية، مصدر الكراهية، الكتاتيب، الشيوخ اللي بيحضوا على كراهية الآخر. على فكرة الإسلام لو في الفتحة عايز يقول ولا الضالين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، كان يقصد اليهود والنصارى، كان قالها دايركت في الفتحة اليهود والنصارى. ليه قال المغضوب عليهم والضالين؟ هل القرآن ما عندوش البلاغة الكافية انه يذكرهم مباشرة باليهود والنصارى عشان يطلعوا لنا الشيوخ والمفتيين يقولوا لا لا ده المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى؟ المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى؟ هو نفس القرآن اللي قال لك ولتجدن اشد الناس مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى لان منهم قسيسين ورهبانا وهم لا يستكبرون. وقال عليهم في بند آخر ولا هم يحزنون. ويقولنا الشيوخ عشان يعني بيداروا مثلا بيغطوا قصور القرآن الكريم وبيضيفوا لا ده المغضوب عليهم والضالين هم النصارى واليهود. القرآن ما قالش كده ولا رسول الإسلام قال كده. اللي قالوا كده ما قالوش، حتى بتوع الحديث قالوا كده ما قالوش، اللي قالوه شيوخنا والمفسرين في من الأزهر هما اللي قالوا المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى. ما كانت مصر مسيحيين وحسن ومريك فاطمة ومريكة ورشيل وحسن ومرقص وكهين، ما كانوا زي الفل وكانت البلد زي الفل وعايشين في سلام، ما فيش حاجة إلا بعد ما دخلنا الأزهر وإذاعة القرآن الكريم والشيخ الشعراوي. وهيكم بتدفعوا الثمن، وهتدفعوا الثمن برضه لسه طالما ما زال الفكر الأزهري مستمر والتعليم والحض على الكراهية مستمر. خلصنا من النقطة دي ونخش على النقطة اللي بعدها اللي هي مهمة جدا.
طلعنا خبر كده قال لك بتكلفة 70 مليون، شاهد بتكلفة 70 مليون جنيه البابا تودروس يفتتح مدرسة جديدة في أم زغيو بالإسكندرية. البابا تودروس بيفتتح مدرسة جديدة بتكلفة 70 مليون جنيه. المدرسة دي اللي بيفتتحها البابا بأم زغيو اسمها مدرسة راكوكي، والمدرسة بتقبل الطلاب من رياض الأطفال لغاية الثانوية العامة، يعني من الحضانة للثانوية العامة، وبتقبل المسيحيين والمسلمين. الكنيسة اتسلمت رخصة المدرسة في 17 أبريل 2023 يوم عيد القيامة، اليوم اللي طلع فيه مدبولي قال لك عيد العمال. لا، ده الكنيسة أخذت الرخصة أنها تعمل المدرسة. ما أصل يعني لو الكنيسة كانت عملت المدرسة دي للمسيحيين فقط ما كانتش هتطلع لها رخصة. يعني الكاتدرائية لو طلبت مدرسة للمسيحيين فقط زي الأزهر كده معامل كليات ومدارس، لا، الدولة هترفض. لكن الدولة سلمت الرخصة دي عشان عارفة أن المدرسة دي هتخدم المسيحيين والمسلمين. وقال لك أن المدرسة دي اللي هي مدرسة راكوكي تقبل 1800 طالب بجميع المراحل التعليمية، بواقع 90 طالب بكل مرحلة تعليمية. يعني كل فصل هيكون فيه يعني كل فئة هيكون فيها أكثر من 3 فصول، وكل يعني كل فصل مثلا فيه 30 وكده يعني، وهتوصل لعدد الكل ال 1800. 3 فصول لكل مرحلة تعليمية، يعني المرحلة الحضانة 3 فصول، أولى ابتدائي 3 فصول، تاني ابتدائي 3 فصول، وهكذا. المجمل هيكون 1800 لما يكتمل العدد. المدرسة دي على مساحة 5000 متر مربع. لأول وهلة يمكن يعتقد البعض إن هاجم البابا تودروس إنه هيعمل مدرسة بتقبل المسيحيين والمسلمين. لا، أنا يمكن انتقدت البابا تودروس في حاجات كتيرة قبل كده، انتقدته في التهاون في المطالبة بحقوق الأقباط، انتقدته إنه قال نحن نعيش في أزهر العصور أو وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، انتقدته لما طلع بلجيكا وقال إحنا زي الفل واسمعوا كلامي، أنا بس أنا اللي أقول، ما حدش غير يقول في بلجيكا في البرلمان الأوروبي. انتقدته لما اعتبر الراهب البريء الشهيد أشعال مقاري قاتل، وهو شهيد بريء لم يقتل أحد ولم يقتل الأنباء بفنس، وإن البابا أخذ برؤية الدولة عشان ما يزعلش الدولة. انتقدته في حاجات كتيرة قوي، انتقدته في الملايين اللي ادها للسيسي في وجود أخوة الرب الغلابة، انتقدته. لكن في القرار ده أنا ما بنتقدوش، ولا حتى بنتقده لأن هو عمل مدرسة تقبل المسيحيين والمسلمين، لا بالعكس. ليه؟ لأن احنا مهما اتسخ الآخرين برضه هنبقى نضاف للنهاية. يعني اتعملت كليات الأزهر دي تقبل كل المسلمين من دول العالم كله، وما تقبلش مسيحي من مصر، في طب في هندسة في كله ما تقبلش. وقال لك عشان لازم يكون حافظ القرآن على أساس أنه هيقرأ آية الكرسي للمريض يعني لما يتخرج دكتور. لا، لكن هي مظهر من مظاهر الحقد والعنصرية من الأزهر. لكن أنا مش هقول للبابا تودروس اعمل كلية فقط أو مدارس فقط للمسيحيين، لأن احنا أنضف من كده بكتير، واحنا نسمو فوق العنصرية أكتر من كده بكتير. بالعكس، أنا أشد على يد البابا إنه يعمل مدارس حتى للكليات بعد كده، وربنا يكرمه ويقدره، ربنا يكرمه ويقدره. وعايز أنا نعيش في جو نظيف ما فيهوش جو تلوث سمعي أو بصري من الشيوخ. وعايز يا ريت يعني، أنا كنت بشوف، أنا ليا صديق كان خريج أزهر دكتور، وكان بيودي بنته لحضانة الراهبات. استغربت، طب ما في حضانة تحفيظ القرآن الكريم يا عم في بلدي، لا لقيته مود حضانة الراهبات عندنا. ليه؟ هو واثق ومن جواه يعلم ان النظافة في المكان ده، وان الأخلاق في المكان ده، وان الحماية في المكان ده، وان لن يمسسها سوء في المكان ده، حضانة الراهبات.
يمكن مدارسنا اللي هنعملها احنا كمسيحيين تنهض بهذا الشعب وتخليه فوق وتنهض بالفكر والاخلاق. بالعكس انا بشد على يد البابا في هذه النقطة. شوفوا انا ذكرت لكم انا بنتقده في ايه، وما زلت النقاط دي انا بنتقدها. يعني هو حد يقول لي لا، النقاط الاولى اللي بنتقدها ما زلت بنتقدها للان، ولكن دي حركة كويسة، خطوة كويسة، مش حركة، خطوة كويسة من البابا ان نعمل مدرسة من رياض الاطفال للثانوية، ويا ريت كمان للكلية، عشان نشوف الفرق بين العقلية اللي طالعة من هنا ومن هنا، الاخلاقيات اللي طالعة من هنا ومن هنا، التحضر اللي طالع من هنا ومن هنا، افادة المجتمع الايجابية من هنا ومن هنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن برضو مع شكري للبابا على المدرسة دي وانه يكمل، الوسخات ما زالت موجودة، بنحارب الوسخات بكل الامكانيات عن طريق الميديا وعن طريق، مش انا بس، حتى المسلمين المتنورين امثال الدكتور خالد منتصر وامثال الاستاذ ابراهيم عيسى، الناس المتنورة الكبيرة دي في نفس الصف معايا وفي كتفي، او انا معاهم لانهم اكبر مني بكتير، انا معاهم وفي كتفي. لا، بنذكر بالوسخات اللي عايزينها تنتهي من مجتمعنا عشان ننضف، عشان ننضف ونتطور، يعني عشان ننضف ونتطور. لما نشوف اعلان طالع ومنشور على الفيس وعلى كله، مطلوب عمال او موظفين مسلمين فقط، مطلوب عمال او موظفين مسلمين فقط في توشيبا العربي، اتيوال، فرجاني، عبور لاند، جبن عبور لاند، التوحيد والنور، كريستال عصفور، مؤمن اللي هو مش مؤمن، مؤمن، محلات سدرة، مكرونة الملكة، خير زمان، العسوي، علي وحسين. مطلوب عمال او موظفين مسلمين في توشيبا، اتيوال، فرجاني، عبور لاند جرين، التوحيد والنور، كريستال عصفور، مؤمن، محلات سدرة، مكرونة الملكة، خير زمان، العسوي، علي وحسين. طيب انا هقول مثال صغير قوي، انا مش هقول لو البابا قال المدارس دي للمسيحيين فقط، لا، لانه كان ممكن يقول عايز المدارس من الحضانة للجامعة للمسيحيين فقط زي ما الازهر عامل. هنا هقول لك حجة تحفيظ القرآن، هنا حجة تحفيظ المزامير، عادي يكون حافظ مزامير داود، كان ممكن يقول كده البابا، لكن ما عملهاش لانه انضف، انضف بكتير. طيب لا، سيبكم من البابا، لو طلع نجيب ساويرس في مشاريعه الكبيرة في الجونة وفي أوراسكوم وفي 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 في كل عيلة ساويرس، يعني قالوا مطلوب موظفين فقط مسيحيين، كنتوا عملتوا ايه؟ فكروا. ما هو اذا كان الدين اللي انت بتتبعه ما ضفش الاخلاقياتك شيء، ملوش لازمة الدين ده. اقول تاني، اذا كان الدين اللي حضرتك بتتبعه ما اضفش الاخلاقياتك وتعاملاتك شيء، ملوش لازم. النقطة دي انا قفلتها وتمام. تعال بقى نشوف مأساة مصر الحالية. في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طبعا أنا ليا أصدقاء محامين كبار قوي في مصر على الفيس، يعني أصدقاء على الفيس، ما قابلتهمش شخصيا بس أصدقاء على الفيس. طبعا أنا مش هقول الاسم، أنا ما خدتش إذن منه أن أنا أقول يعني الاسم، لكن في بيان طالع واتمضى عليه، أنا هقول البيان ولو أني أنا أخدت الكلام اللي اتقال ده من الموقع عنده هو كمحامي. الراجل بيتكلم عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أنا لما قريت القانون الإجراءات الجنائية الجديد لقيت كارثة،
لقيت كارثة. يعني أنا هقرأ لكم القانون كله والكلام اللي قاله المحامي إيه، بس هقول لكم كام حاجة في البداية أفتح نفسكم. بس لما القانون يقنن الحبس الطوارئ الاستثنائي بفترات طويلة ويقننها، إن ممكن تحبس واحد بدون محاكمة فترة طويلة من الزمن، دي نقطة. لما القانون يدي الحق لوكيل النيابة في أي إجراء بدون رجوع ويدي له اليد المطلقة في كل تصرف، وإنه ممكن لا يقبل بأقوال المحامي ولا يسمح للمحامي بالحضور، وإنه ممكن يسمح بسجن المتهم بدون ما يقابل المحامي. لما القانون يدي وكيل النيابة الحق انه ما يستشهدش بالشهود اللي بيطلبهم المتهم، يكون في شهود براءة، هيشهدوا ببراءة المتهم ان وكيل النيابة ليه الحق يقول مش عايزهم او ما ياخدش بكلامهم او يلغيه، زي ما في المحكمة القاضي بتاع الراهب أشعية رفض ياخد بالدلائل اللي قال عليها، رفض، اداله دلائل على براءته رفض، لا ده هو عايز يفعلها كمان مع وكيل النيابة. لما القانون يعتبر الحكم الغيابي، الحكم الغيابي اللي هو الشخص ما كانش موجود فيه، انه يعتبر حكم نهائي واجب التنفيذ، يعني الشخص اتحكم عليه حكم نهائي ملوش انه يستأنف ويحضر بنفسه يدافع عن نفسه، لا يعتبر واجب التنفيذ ويتنفذ. فساد 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 بيخلي الدولة تستشري، وإرهاب الدولة يستشري، وإرهاب الفرد يستشري. أنت لما تدي وكيل النيابة كل هذه الحقوق جعلت منه إله، جعلت منه إله يعمل اللي هو عايزه طالما هو وكيل نيابة. نشوف بقى العريضة اللي قالها المحامي ونزل القانون ازاي وفسره ازاي. قال لك اسحبوا قانون تقنين الباطل، اعتبر ده باطل، اعتبر ده باطل. اوقفوا قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، القانون ده لسه ما فيش الكام يوم اللي عدوا يا جماعه، لو تنفذ القانون ده وبال على مصر، وبال على مصر واستفحال العبوديه للمصريين. قال لك اوقفوا قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، خرجت علينا لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب في 17 أغسطس الماضي. 17 أغسطس يعني ما فيش شهر واسبوع كده، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ العام 2017. يعني القانون متقدم من 2017، لا خرج القانون دلوقتي. طبعا الشعب ما عندوش فكرة عن القوانين دي ولا يعرف بيها حاجة، لأن الشعب مغيب، بتطلع عليه القوانين وبتتنفذ بدون ما يدرك ولا يسور على هذه القوانين. وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا بشرى تعديل نصوص قانون الإجراءات فيما يخص مدد الحبس الاحتياطي استجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن فك قيد الآلاف من المحبوسين احتياطيا وإنهاء هذا الملف. يعني رئيس زي ما طالع يقولك هنخفف بقى الأمور والسجن الاحتياطي وحنفرج عن ناس كتير وحننفذ قانون جديد يحط لك السم في العسل، ممكن يطلع لك كام واحد محبوس بس يخليك يعدي عليك قانون على رقبتك زي السيف بعد كده يستعبدك بيه اكتر بعد كده. قال لك الا اننا فوجئنا بخروج مشروع كامل لقانون اجراءات جنائيه جديد اقل ما يمكن وصفه بانه كارثي، ولا يدع السم في العسل بل يدع العسل في السم. ازاي؟ قال لك هذا القانون يهدر ابسط قواعد المحاكمه العادله والمنصفة، يلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكل كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم، ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة. يقولون إذا أردت أن تعرف مستوى الحقوق والحريات في أي بلد فانظر إلى قانون الإجراءات الجنائية فيه. يعني عايز تشوف بلد فيها حقوق
وفيها حريات. شوف قانون الإجراءات الجنائية اللي هم عايزين يمسخروه دلوقتي. قال لك لأن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني أو دستور العدالة الاجتماعية. هم بوظوا أشياء في الدستور الأولاني، بوظوا حاجات كتيرة في الدستور الأولاني. لا ده دلوقتي كمان عايزين يوصلوا لقانون الإجراءات الجنائية ويبوظوه، اللي هو يعتبر الدستور الثاني للعدالة، وهو الدستور الثاني أو دستور العدالة الجنائية، إنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات، يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين. قال لك ده كان في ضوابط قدام رجال السلطة العامة، حتى كان في ضوابط للشرطة. يعني كان زمان في حاجة اسمها التفتيش، لو ضابط ظلمك وانت حسيت ان الضابط ظلمك تروح التفتيش تشتكي الضابط يتحقق معاه. لما هتعمل الحاجات دي بقى وتكون رباطية ما بين الضابط ووكيل النيابة، مهما جبت عليه أدلة أو ادعاءات ما ياخدش بيها وكيل النيابة ما يتلمسش. يبقى كده انت حصنت الشرطة من خلال النيابة، وحصنت النيابة من خلال الشرطة، وبقت بدل ما الشرطة والجيش ايد واحدة، الشرطة والنيابة ايد واحدة. وبدل ما كانت النيابة ممكن تحاسب الشرطة وتعاقبها على أخطائها، لا بقوا الاتنين عنصرين ويد واحدة في إقرار الفساد. قالت لأن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني أو دستور العدالة الجنائية، إنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات، يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين. فما الذي جاء به هذا القانون الكارثي الجديد؟ والحديث هنا لا يتسع لتناول كل الكوارث، احنا هياخد مقتطفات، لكن هو القانون كله كوارث. والحديث هنا لا يتسع لتناول كل كوارثه، وإنما نشير إلى بعض منها لضرب المثل حتى نقف جميعا على حقيقة هذا المشروع. الراجل مقدم حاطط 6 نقاط فقط، هيتناول نقطة نقطة اللي هم الكوارث. أولا، أعطى هذا القانون لرجال الشرطة ما هو محظور، وهو الحق في دخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالة الخطر تنفيذا لنص الدستور. هو بقى هيعملها قانون، مش يقولك احنا في أيام احتياط داخل شرطة وادخل معاك إذن نيابة، لا طوارئ شرطة ادخل تك، لا ده عايز يخليها في الأيام العامة والعادية، لا الشرطة تدخل بيتك في أي وقت بدون ما يكون معاها إذن من القضاء. طبيعي انك انت الشرطه داخلك تقول له معاك اذن قضائي، يقول لك اه اتفضل الاذن القضائي روح داخل. لا دلوقتي مع نفسه بيدخل، هو قاضي نفسه بيدخل، فبيدي له سلطه كانه ضبطيه قضائيه. اعطى هذا القانون لرجل الشرطه ما هو محظور، هو الحق في دخول منازل المواطنين دون اذن قضائي في حاله الخطر تنفيذا لنص الدستور، لكنه لم يضع تعريفا محددا للخطر المقصود ولا عدد حالات الخطر بشكل يمكن ان نفهم منه انه استثناء. يعني ايه هو الخطر ده؟ يعني ضابط الشرطه ممكن يكون في خناقه مع جاره يروح داخل على البيت كسره وداخل بيه بدون اذن قضائي، طالما انت ما حددتش ايه الخطر اللي هو ممكن يدخل بيه بدون اذن قضائي. لكن لم يضع تعريفا محددا للخطر المقصود ولا عدد حالات الخطر بشكل يمكن ان نفهم منه انه استثناء ضيق من الاصل العام، وهو حرمة المنازل وعدم جواز دخولها من قبل رجال الشرطة إلا بإذن قضائي. وكان يجب أن يحتفظ بالنص القديم الذي ضيق هذا الأمر بضرب المثل بحالة الاستغاثة أو في حالات الحريق أو الغرق. يعني رجل الشرطة لو في حالة غرق مش هيقول أروح أجيب إذن نيابة عشان أنقذ واحد من الغرق، أو في بيت عايز أنقذ منه ناس مع المطافي أروح أجيب إذن نيابة أدخل، لا دي الحالات اللي ممكن. لكن انت الغرض في نفس يعقوب تدخل اي بيت كده بدون اذن قضائي ويضمنه لك القانون والدستور، دي كارثه طبعا. دي اول نقطه، ودي انا متفق مع سياده المحامي النبيل في هذه النقطه. النقطه الثانيه، ثانيا قنن كل اجراء باطل بان نص على انه كل اجراء باطل وقع في حضور محامي المتهم لا يمكن التمسك به امام المحكمه. يعني لو الضابط ضرب المتهم في وجود المحامي وده إجراء باطل،
استند اليه المحامي، لا ما ياخدش بيه القاضي، يعتبر اجراء باطل. كلام الضابط هو اللي يؤخذ بيه المحامي، لا. طب ايه فايده كليه الحقوق والقانون؟ ايه فايده المحامي من اصله اذا كان المحامي هيتجرأ على المتهم ويضربه في وجود المحامي بتاعه؟ قال لك قدم كل اجراء باطل بالنص على انه كل اجراء باطل وقع في حضور محامي المتهم لا يمكن التمسك به امام المحكمه. افرض المحامي شاف انه اتعذب، او في اثار تعذيب، او اثار كهرباء، او اثار سحق كهرباء في الجسم، وكان عايز ياخد ان يتم اعتراف المتهم تحت التعذيب ويقدمه، قال لك لا، القاضي ما ياخدش بالكلام ده. حتى لو قدمه وصوره المحامي، القاضي ما ياخدش بيه. ليه؟ اصل الضابط اله، انما المحامي ده كخه ما يتاخدش بيه. شفت الكارثه وصلت لايه؟ في نفس الوقت الذي منح هذا القانون لوكيل النيابه الحق في منع المحامي من الكلام اثناء التحقيق، فكيف يتمكن المحامي من اثبات الاجراء الباطل؟ يعني طبيعي المتهم بيطلب وجود محامي اثناء التحقيق، تمام. قال لك بس لو المحامي قاعد مع المتهم وهو بيتكلم، لا، المحامي ما ينطقش وملوش حق انه ينطق. قال لك ان الاجراء الباطل لا يصححه اي شيء، لان الاجراء الباطل في حكم المنعدم ما اعتبرش انه اجراء باطل، ما هو مفيش، ما يعتبر، ما اخدش بيه، يعتبر منعدم. ما هذا العبث؟ اهدار لقواعد العداله وعدوان على دور الدفاع، واهدار لحقوق المواطنين المتهمين بالجمله، وضع قواعد جديده لا علاقه لها بالشرعيه الاجرائيه التي يبنى عليها مصداقيه الجهاز القضائي كله. دي النقطه الثانيه. الثالثه بقى، فتح القانون الباب امام تنفيذ الاحكام الغيابيه التي ليس لها حجيه، وتعاد المحاكمه بمجرد الطعن فيها. يعني كان مجرد ما شخص يبقى عليه حكم غيابي، اول ما يطعن على الحكم تعاد المحاكمه لانه غيابي. عايزين ننفذه، لسه ما تنفذش، عايزين ننفذه ان القانون ينفذ الاحكام الغيابيه على طول، ومش لازم الطعن عليها، ينفذها، تدخل في حكم لها. يعني واحد قاعد في بيته وحد اشتكاه، والمشتكي وكيل النيابه اخذ الشكوى وحولها للقضاء، وعملوا نفسهم بعتوا انذار وما جاش الانذار، او بعتوا اعلان وما وصلش الاعلان، واتحكم حكم، لا، يتقبض على الشخص بدون ما يطعن ويتسجن بدون ما يدافع عن نفسه. كارثه، كارثه. لان سهل جدا انك انت تعمل عنوان لشقه ساكن فيها فلان وما يكونش ساكن فيها فلان ده بعقد الشقه، وتروح تبعت الاعلان على الشقه دي اللي فلان مش فيها، وما استلمش الاعلان وما راحش المحكمه ولا اتحقق معاه ولا النيابه حققت معاه، وتقول انه ما جاش وما اتحققش معاه، يصدر حكم غيابي على الشخص ده اللي ساكن في المكان ده اللي هو ما كانش ساكن، ويتقبض على الشخص ويتنفذ عليه الحكم بدون ما يكون نفذ، بدون ما يكون دافع عن نفسه. كارثه. فتح القانون الباب امام تنفيذ الاحكام الغيابيه التي ليس حجيه، وتعاد المحاكمه بمجرد الطعن عليها. رتب هذا القانون على الحكم الغيابي اجراء فوري لمعاقبه المتهم الذي ربما لا يدري انه متهم في قضيه من الاساس، وهو التحفظ على اموال المتهم ومنعه من التصرف، كمان يتحفظ على امواله ويتمنع من التصرف فيها. بل واضاف نصا مكملا يقول فيه: وينفذ من الحكم الغيابي ما يمكن تنفيذه من عقوبات. وبالتالي اصبح الحكم الغيابي واجب النفاذ. كارثه، كارثه. يعني عادي جدا ممكن واحد يكون في دولة خارجية يتعمل له عقد شقة باسمه، وتعمل جريمة على أساس أنه عملها، وتتبعت الإعلانات على السكن اللي هو ساكن فيه، وطبعا هو غايب بره مفيش، واخد بالك؟ وبعد كده يرجع الراجل يجي عليه حكم، ما يقدرش يطعن عليه، حتى لو طلع الباسبور ما ياخدش بيه وكيل النيابة ولا ياخد بيه القضاء، حتى لو طلع باثبات انه ما كانش في الفتره دي موجود في مصر، لا، ويتنفذ عليه الحكم الغيابي. ايه ده؟
سلامتها ام حسن، سلامتها ام حسن في دولة مصر الفاسدة ونظامها الفاسد. رابعا، منع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيق وجمع الاستدلالات إذا رأى السيد وكيل النيابة أن ضرورة التحقيق تقتضي ذلك. طب المحامي عايز يدافع، عايز أوراق القضية، لا ممكن وكيل النيابة يقول لك ما تشوفش أوراق القضية ولا تشوف أوراق التحقيق ولا تشوف الاستجواب حصل فيه إيه، ودافع على كده. وكيل النيابة عايز كده، يقف وكيل النيابة كده أبيض يا ورد، يقف المحامي كده أبيض يا ورد قدام القضاء ما معهوش نقاط التحقيق ولا اللي حصل في التحقيق ولا المتهم قال إيه عشان يستند عليه كأدلة للبراءة. بما أن المحامي أصبح ممنوعا من الكلام وممنوعا من الحصول على الأوراق حتى يقدم دفاعه، وبما أن حضوره يصحح الإجراء الباطل كنص القانون، إذن أضحى دور المحامي كمحلل لتمرير العدوان على حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأن يستعين بمحاميه. عفوا، هذا القانون يجعل من حضور المحامي غير ذو جدوى، أو ما كنا نسميه حضور الكارنيه أمام النيابات العامة وأمن الدولة العليا. كده مفيش داعي أساسا للمحامي. كده يا سيادة المتهم خلاص، الآلهة على الأرض من وكلاء نيابة وشرطة هم من يتحكمون في مصيرك وعلى مصر السلام. هذا أمر يهدم الثقة في الجهاز القضائي كله ويمثل عدوان على استقلال مهنة المحاماة ودور الدفاع وعلى تاريخ نقابة المحامين ذاتها كمدافع عن حقوق وحريات المواطنين. خامسا، في نفس الوقت الذي منحوا فيه للنيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق أعطوها الحق في رفض سماع شهود النفي والإثبات إذا طلب المتهم ذلك. طب ده أنا ما عملتش، ده أنا في الوقت ده كنت مع إسماعيل في السيمة. لا، طب ده أنا كنت بتجوز وفي صورة فرحي مع مراتي وكنت في الكوشة من الساعة كذا للساعة كذا اللي تمت فيها الجريمة. لا، أنت اللي عملت الجريمة. العلبة دي فيها فيل، العلبة دي فيها فيل، العلبة دي فيها فيل، لازم تقول إن العلبة دي فيها فيل. كيف يستقيم ذلك مع سلطة التحقيق التي في قبضة النيابة العامة والتي تفرض عليها قانونا البحث عن أدلة البراءة بنفس القدر والحماس الذي تبحث به عن أدلة الإدانة تحقيقا لمبدأ حياد المحقق؟ والله شيء يدعو للانفجار. إن فلسفة هذا المشروع الأساسية هي ترسيخ الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة التي أضحت تتمتع بصلاحية قاضي التحقيق وغرفة الاتهام دون ضوابط ودون رقابة قضائية عليها، وأضحت أعمال النيابة العامة فوق كل مراجعة أو محاسبة ولا سلطان عليها حتى من القضاء. سادساً، المبالغة في رفع قيمة الرسوم القضائية مما يجعل مهمة الفقراء وغير القادرين في اللجوء للقضاء صعبة ومكلفة، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، وكأنه خصخصة للقضاء لخدمة من يستطيع إليه سبيلا. إن الحديث لا يتسع هنا لاستعراض كافة النصوص الكارثية الواردة في هذا المشروع، أردنا فقط أن نشير إلى بعضها للفت الانتباه حتى نقف جميعا صفا واحدا أمام هذا المشروع الذي يحاول تقنين كل الإجراءات الباطلة التي وقعت في العشر سنوات الأخيرة، ويجعل من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحفظ تطبيق الحقوق الدستورية به ويرسم الشرعية الإجرائية قانونا يشبه القوانين الاستثنائية من أمثال قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ. إننا ندعو إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته. ونعيد التذكير أننا لن نقبل بأي تشريع في هذا الشأن
لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري وعلى رأسها نقابة المحامين متمثلة في جمعيتها العمومية في صياغة أو مشاريع تخص مرفق العدالة وعلى الأخص قانون الإجراءات الجنائية الجديد. التوقيعات هنا في مؤسسات موقعة وفي أفراد. الحقيقة أنا بطلب من المجموعة ديت إنها تضم اسمي معاكم، وجيه رؤوف أيوب مصر الجنسية، إنكم تضموا اسمي معاكم للاعتراض على هذا القانون. تضموا اسمي معاكم للاعتراض على هذا القانون. الكيانات والمؤسسات اللي موقعة هم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق والاقتصادية والاجتماعية، والاشتراكيين الثوريين. الأفراد اللي موقعين عن هذا القرار هيثم محمدين محامي، المحامية ماهنور المصري، المحامي أحمد إناوي، المحامي أحمد راغب، المحامية عزة سليمان، المحامية فاطمة سراج، المحامي أحمد الصعيدي، المحامية أسماء نعيم، المحامي ممدوح جمال، المحامية عزيزة الطويل، المحامي أحمد مناع، المحامية نسمة الخطيب، المحامية نورهان حسن، المحامية راجية عمران، المحامي أحمد معوض، المحامية هالة دومة، المحامي هشام رمضان، المحامي إسلام سلامة، المحامي محمد فتحي، المحامي رمضان محمد، المحامي خالد علي، المحامي محمد رمضان، المحامي ياسر سعد، المحامي أحمد البحراوي، المحامية مها يوسف، المحامي خالد الأنصاري، المحامية ندى نشأت، المحامي عبد الفتاح يحيى، المحامية دكتورة نسرين الصواف، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المحامي إميل وجيه عازر، المحامية ولاء عدلي، الصيدلانية كريمة الحفناوي، المهندس أشرف أحمد البحراوي، عضو مجلس الشيوخ محمد فريد، مديرة العلاقات العامة الأستاذة نسرين فاروق حسن، أمينة حزب المحافظين الأستاذة داليا فكري عبد اللطيف، المخرجة أسماء نور الدين، الأستاذة ولاء رشاد، عضو مجلس نقابة المحامين المحامي عمر الخشاب، المحامي مختار منير، المحامية ماجدة فتح رشوان، المحامي طاهر أبو النصر، المحامي محمد عبد العزيز، المحامية منى الكراشي، المحامي وليد نصر عبد العظيم، المحامي محمد الباقر، المحامية أشجان محمد عبد الفتاح، المحامي محمد فتحي، المحامية عبير الجميل، عضو مجلس النواب سهام مصطفى، المحامي مصطفى حمدي، المحامي محمد بلال، الباحث الأكاديمي دكتورة ندى مهني، المحامية سارة إبراهيم، المحامي صلاح السمان، المحامي سامح سمير، الباحثة الكيميائية نرمين محسن محمد، المحامية فاطمة الزهراء غنيم، المهندس حسام الدين علي أحمد، المحامي عبد الرازق مصطفى، المحامي مالك عدلي، المحامية دعاء العجوز، المحامية سهام عدلي، المحامي أحمد مختار، أخصائية التكنولوجيا للمعلومات شريف أخصائي تكنولوجيا المعلومات شريف جمال، المحامية جواهر الطاهر، المحامية أمنية محمد السيد. أرجوكم إضافة اسمي دكتور وجيه رؤوف اليوتيوبر وعد أحد الهيئات والمدير التنفيذي لأحد الهيئات الحقوقية في أوروبا. خلاصة هذا القانون من وجهة نظري أنا وجيه رؤوف إن هذا القانون فاسد ولا يصدره إلا فاسد، وإذا صدر من هذا النظام فإنه يؤكد وبالدليل القاطع أنه نظام فاسد يجب زواله، لأن هذا النظام هذا القانون للإجراءات الجنائية سيكرس للبلطجة والفساد، ويكفينا ما عندنا من فساد وبلطجة في مصر، ويكفينا ما عندنا من اختراق لقوانين حقوق الإنسان العالمية، فلا يجب أن يكون اختراق قوانين وميثاق حقوق الإنسان العالمي بقوانين صادرة من جهات قانونية في هذا البلد. أنا مش عايز أقول لو صدر هذا القرار ممكن احنا هذا القرار نوديه فين،
مش عايز اقول. اختشوا كفايه اللي حصل لنا قبل كده، لما طلع الدكتور محمد بلغار وقال وقت صياغه الدستور فضيله المفتي رجل مهذب وكويس جدا، حط تحت مهذب دي 100 خط، وكويس جدا قال مصر دوله مدنيه وحكمها مدني. ده فضيله المفتي قال كده، مفتي الديار الاسلاميه قال مصر دوله مدنيه وحكمها مدني. دكتور بلغار بيكمل كلامي بيقول قلنا المشكله اتحلت خلاص، لما المفتي الراجل قال الدوله مدنيه وحكمها مدني قلنا المشكله اتحلت، يعني هيعملوا دستور مدني لا يستند للماده الثانيه من الدستور. قلنا المشكله اتحلت، لكن الانبا بولا، ده كلام الدكتور بلغار، ولكن الانبا بولا ممثل الكنيسه الارثوذكسيه وقف وقال انا متنازل عن مدنيه الدوله. دكتور محمد بلغار، مفتي الديار الاسلاميه المهذب قال مصر دوله مدنيه وحكمها مدني. مفتي الديار المسيحيه اللي خربها وقعد على تلها الانبا بولا قال لك انا متنازل عن مدنيه الدوله. يبقى مفتي الديار المسيحيه الانبا بولا رسخ لفساد في الدولة. أقول له أنا إيه؟ أنا قلت له كتير قبل كده، أنا قلت للأنبا بولا كتير قبل كده، قولوا له أنتوا، قولوا له أنتوا في التعليقات. أما طبعا قانون الإجراءات الجنائية الجديد لو صدر يعني هيصدر باعتباره إجراء من إجراءات الدولة، إجراء من إجراءات الدولة. أوعى تقول مش إجراء، ليه؟ لأن العلبة دي فيها فيل، ولازم تصدق إن العلبة دي فيها فيل، لازم تصدق إن العلبة دي فيها فيل. لو ما قلتش العلبة دي فيها فيل تبقى خاين. فاكرين الدقن مع عبد المنعم إبراهيم لما مسكوا وقالوا العلبة دي فيها إيه؟ قالوا علبة ما فيهاش حاجة، قالوا فيها فيل، فيل كبير قوي جوه العلبة دي، وأنت لازم تصدق وتقول. دي إنجازات. لما يطلع حد يعمل لك قانون اجراءات جنائيه جديد بيستعبد المصري قول على ان ده اجناء. دي انجازات. ليه انجازات؟ لان العلبه فيها فيل. قناه السويس ما جابتش فلوس بس برضو انجازات عشان العلبه فيها فيل. ولا محطات الكهرباء جابت فلوس، ولا حقول الغاز طلعت غاز، ولا المزارع السمكيه رخصت السمك، ولا زراعة الأراضي رخصت أسعار الخضار، وكل يوم تصحى على زيادة في الأسعار. لا زرعنا ولا صنعنا ولا صدرنا ولا بقينا قد الدنيا. وفي الآخر يقول لك في إنجازات، كفاية إنجازات بقى. بس البلد فيها إيه؟ فيها إنجازات. البلد فيها إيه؟ فيها إنجازات. البلد فيها إيه؟ فيها فيل. سمعنا في الفترة اللي عدت دي ان الدكتور يوسف بطرس غالي راجع مصر. الناس استبشرت خير وقالت ده هيعدل الاقتصاد المصري وهيعدل الميلة زي يوسف الصديق اللي انقذ مصر من السبع سنين العجاف. وده اسمه يوسف غالي، والتاني كان اسمه يوسف اللي أنقذ مصر، عزيز مصر. أولا مفيش شك إن يوسف غالي ليه مكانة اقتصادية عالية وعالم اقتصادي كبير جدا، ما كانش فيه قبله ولا بعده زيه، دي منتهية. يوسف بطرس غالي خبير اقتصادي درجة أولى، حل مشاكل كتير قوي لمصر في الفترة السابقة. يوسف بطرس غالي عاش برة، عاش في لندن، واتهم اتهامات كتيرة، قال لك لوح، موضوع اللوح، وطلع منه براءة الحمد لله.
مع ان كل الوزراء طلعوا براء الاول ومن بدري خالص خالص. لا هو قاعد بقى عشان مسيحي، قاعد للاخر، لدرجه الناس كلها تقول لك فين الحرامي؟ هاتوا حرامي. والراجل اللي سرق ولا حط حاجه في جيبه. ولو من الحراميه يوسف بطرس غالي ما كانش رجع مصر، كان يبقى معاه فلوس تكفيه يعيش في الخارج للابد. لكن الراجل مصري، مصري بيحب مصر وعايز يرجع بلده بيحبها. بنقول له الحمد لله على السلامة في مصر يوسف بيه، الحمد لله على السلامة في مصر يوسف باشا، حضرتك قيمة وقامة، لكن لا تسقط في منحدر الصعود. فاكرين منحدر الصعود؟ أطلب منك إنك أنت لا تنساق لهذا النظام. النظام حيورطك عشان يمسكك وزير للاقتصاد عشان يسرق على قفاك، لأن النظام الحالي نظام حرامي. أنت قبل كده قدرت تحل الاقتصاد في دولة كان فيها نسبة الفساد نسبة ضئيلة في فئة، لكن في الوقت الحالي نسبة الفساد عالية جدا، وتشمل كل منظومة الحكم وكل منظومة الإدارات، كل من يشمل الإدارات عليهم سيديهات وحرامية ونصابين ومهربين، ومقدرات البلد بتنهب والبلد بتتباع وبتنهب وبتهرب. ولكم في طائرة زامبيا الدليل والبرهان. يوسف بيه عيش في مصر، أهلا بيك ورجوعك في مصر اللي انت بتحبها عشان تتنسم نسمات وعبق القدماء المصريين، أرضك وأرض ميلادك وأرض أجدادك. ولكن أدعوك أن لا تنزلق لهذه الهوة، حتى وإن فشل الاقتصاد، لأنه سيفشل، يضع هذا الفشل على أكتافك في الوقت الذين ينهبونهم فيه مقدرات الدولة. يجب أن تعلم معالي يوسف باشا غالي إن 50% من ميزانية الدولة ليس لك تحكم فيها كوزير للاقتصاد أو حتى كوزير للمالية. 50% بياخدوهم رجال الجيش ورجال النظام، وملكش إنك تسأل فيهم، ومش هتقدر تسألهم عن إيرادات قناة السويس، ومش هتقدر تسألهم عن الصناديق اللي بينهبوها لأنها صناديق رئاسية، لن تجرؤ على السؤال فيها. البلد تنهب وتباع تحت مسامع الجميع، البلد ستدخل في منحدر اقتصادي عنيف، حيشيلوك الشيلة وهم بينهبوا. ابتعد عن كل هذا. قناة السويس، حرب اليمن مؤثرة فيها وحتأثر في قناة السويس، إيراداتها هتقل في المستقبل. في خط قطارات بتعمل ما بين تل أبيب وما بين أوروبا، وفي تفكير في قناة بن جوريون انها تتعمل، كل ده هيأثر على قناة السويس في المستقبل. السياحة في وجود التعليم الأزهري بتضرب يوم بعد يوم، في وجود الإرهاب المتأسلم السياحة بتتراجع، في وجود التحرش بالسائحات السياحة بتتأرجح لورا. سيناء ممكن تتباع، وفي اتفاق على ان سيناء تتباع عشان 2 مليون غزاوي يدخلوها ومصر تاخد 35 مليار. مش هيكون لمصر نصيب فيها، هتتنهب برضو، لان الحرامي ما بيشبعش. حضرتك الحرامي ما بيشبعش. فانا عايز اقول لك نصيحة، مش عارف اذا كنا احنا في نفس الفترة العمرية ولا حضرتك اكبر مني ولا انا اكبر، مش عارف. نصيحة انك انت خليك في مصر كمواطن مصري فقط، وما تمسكش اي منصب سياسي، وعيش الفترة الباقية من عمرك في كرامة، اشبع بمصر، زور معالم مصر، زور شرم الشيخ، زور الغردقة، عيش في امان وسلام بعيد عن فساد الساسة، لانهم فسدا في الوقت الحالي، الا ان يصنع الله امرا كان مفعولا. لو شاء الله ان جت حكومات نظيفة، حكومات شريفة لهذا الوطن، مش هقول لك لا، لكن في الوقت الحالي لا تلوث نفسك
ولا تجلس مع هؤلاء على مائدة واحدة. هيك شايف مصر طالعة من في ايه وداخلة في ايه. فانا بقول لك يا يوسف بك، يا يوسف الصديق، سيادة معالي الوزير السابق، حافظ على البقية من سمعتك في الاقتصاد. نيجي بقى، اخد بق مية، اخد بق مية. للحتة اللي قلتها، لماذا غضب النظام على يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف ولم يغضب على الفنان أمير كرارة؟ هي أنا بحب الفنان يوسف الشريف جدا، وبحب أمير كرارة جدا جدا جدا. يوسف الشريف بيطلق عليه العالمي، وأنا بعتبره فعلا فنان يستحق لقب العالمي، فعلا كمؤدي وكفنان يستحق اللقب العالمي، وبيقدم لك فن جميل وفن نظيف. في ناس حاولت تلصق بيوسف الشريف سمعة ان هو يعني سلفي، او ان هو متعصب، او ان هو اخوانجي. لا، يوسف الشريف لا سلفي ولا اسلامجي ولا متعصب. يوسف الشريف مصري محترم من عيلة محترمة. قال لك اصلي منع التلامس في الافلام، وما حبش يبقى في تلامس بينه وبين اي واحدة، هو حر. هم الاسلاميين مش بتوع تلامس يا راجل، ده الاسلاميين هم اللي خلقوا التلامس. خد عندك اللي بيعملوه داعش وغير داعش مع الحريم، واللي بياخدوهم اسراء ودعاية. ما تقوليش بقى دول اصل التلامس، دول هم التلامس يا حبيبي. انما يوسف الشريف راجل اخلاقه ثانية، اخلاقه اخلاق المصري الثاني. وحتى في مسلسلاته لما كان بيظهر مسيحيين معاه في المسلسلات، كان بيظهرهم بشكل محترم جدا جدا، وكان التعامل معاهم كشخصية مسيحية جوه المسلسل كان بيديها احترامها ووقارها. يوسف الشريف مؤدي قوي في التعبيرات، في التمثيل، في الأكشن، في الدراما، مفيش حاجة ما عملهاش، قوي جدا جدا جدا. أمير كرارة برضو قوي جدا، أداؤه قوي جدا، يتحط في مكان معين في الأكشن، أداء ضابط البوليس أو أداء حتى البلطجة. لكن يوسف الشريف شامل، ممكن يديك أي دور أنت عايزه. أنا بحب يوسف الشريف جدا جدا. لما نمشي مع الاثنين، أنا همسك الأول في نقطة جمعت الاثنين مع بعض، وهو مسلسل المواطن إكس. مواطن اكس كان فيه يوسف الشريف وكان فيه امير كرارة. اي نعم، يوسف الشريف كان متهم بانه مجرم الى ان ظهرت براءته في اخر المسلسل، وبرضه امير كرارة كان عليه شبهات انه مجرم وظهرت براءته في نهاية المسلسل. المواطن اكس عملوه الاثنين سنة 2011، خلوا بالكم معايا في التواريخ، لان التواريخ هتربط لكم حاجات خطيرة جدا جدا. في 2011 واتعمل واتعرض المسلسل ده، كان من تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن ومحمد بكير، ومن إنتاج دينا كريم، بطولة يوسف الشريف، أمير كرارة، أياد نصار، محمود عبد المغني، نبيل عيسى، أروى جودة، شيرين عادل. محمود عبد المغني الحقيقة عمل دور قوي جدا في المسلسل ده، والممثل ده ما أخدش حقه قوي يعني. نبيل عيسى برضو أداؤه ممتاز، أروى جودة، شيرين عادل. طبعا شيرين عادل دايما بتيجي في مسلسلات يوسف الشريف. المسلسل ده ناقش، ألقى الضوء على وجود وزراء ورجال شرطة فاسدين. يبقى هنا في المسلسل سواء أمير كرارة أو يوسف الشريف أو أمير كرارة، الاثنين في المسلسل ده الدوب تقنية، وأثبتوا في النهاية وجود وزراء أو رجال شرطة فاسدين. وكان في زكي فطين عبد الوهاب كان مثل دور وزير، بس وزير فاسد يعني، ونبيل عيسى كان بيدور ابن الوزير الفاسد. فأثبتوا ان في الاثنين في فساد هنا في الوزراء في 2011، وفي رجال الشرطة. هنفصل من 2011
ونشوف بعد كده المسيرة بتاعتهم مشت ازاي، كل واحد عمل ايه، وهل في فترة معينة حصل فيها تحول، والتحول ليه. ركزوا معايا في دي. 2011 قلنا اتعمل مواطن اكس، كان فيه يوسف الشريف وامير كرارة. 2012 اتعمل مسلسل رقم مجهول، يوسف الشريف كان فيه مع محمود الجندي وشيري عادل وادوارد ورامز امير، اتكلموا على في الفساد في منطقة المحامين والتلفئة والتزويرات. ده ما كانش قوي جاي على شرطة ولا على جيش، ولكن تناول المنطقة اللي فيها المحاماة والتلاعب والأدلة ومش الأدلة والأدلة المزورة وغير المزورة، وهذا ده في مسلسل رقم مجهول. تيجي بقى على 2013 اتعمل مسلسل اسمه اسم مؤقت، عمل يوسف الشريف، كانت معاه شيري عادل طبعا. المسلسل ده ركز على وجود الكثيرين من رجال الداخلية الفاسدين من العاملين ومن المتقاعدين. في رجال في الداخلية سواء شغالين في الداخلية أو متقاعدين أو قدموا استقالتهم واشتغلوا برة كعصابات إجرامية، وكان يديروا جرائم وأعمال فساد ويستعينوا بالبلطجية المحترفين لهذه الأعمال، لدرجة أن يوسف الشريف نفسه وهو كان تربية ملاجئ وكان مفروض ان هو يعني مشروع بلطجي اتخذوه اخدوه في فترة وعملوه ضابط، واخدوه وعملوا له اكتر من بطاقة باكتر من وظيفة عشان يعمل اعمال مش مظبوطة. اسم مؤقت ركز على النقطة دي، وركز على وجود مرشحين للرئاسة منهم الكثير من الفاسدين ومنهم الكثير من ادعوا التدين وهم في أشياء أخرى فاسدين، ومن رجال المرشحين من جهات من الجيش وفي نسبة فساد. الحقيقة هو طلع الثلاثة المرشحين لرئاسة الجمهورية في المسلسل ده في اسم مؤقت. طبعا هو مر قال لك يمكن متشابهين، لكن طلع واحد كأنه أحمد شفيق، وطلع واحد كأنه محمد مرسي، وطلع واحد شخصية رأفت الراوي يقصد بها البرادعي، والتلاتة تبقى تمشي عليهم الصفات، لكن ما سابش واحد من التلاتة ما طلعش فيهم أثار جانبية. يعني حتى اللي بيقول لك على يوسف الشريف إن هو إسلام جي، لا مش إسلام جي، لا إسلام جي كان طبطب على محمد مرسي، لا ما طبطبش. في المسلسل كان كل حاجة واضحة، حتى السلوك الفاسد للتلاتة طلعوا. ده في 2000 وكام؟ 2013. نيجي ل 2014، خلي بالك احنا بندخل شوية 2013 و 2011 دي فترة كان فيها ايه؟ 2013 كان فيها قلق بقى، رابعة وغير رابعة والكلام ده. في 2014 عمل مسلسل الصياد، طبعا مسلسل الصياد هو ظهر فيه عامل في جزء مفتح وفي جزء عامل انه اعمى وما بيشوفش، وظابط سابق بيعمل حاجات كتير عشان ينتقم من ضباط فاسدين. يبقى في 2014 المسلسل كله بتاع الصياد كان عن واحد عمل نفسه اتعمى ضابط عشان ينتقم من ضباط فاسدين. المسلسل ده بطولة يوسف الشريف ومي سليم واحمد صفوت ودينا فؤاد وإناس كامل واشرف مصلح. يبقى ركز في المسلسل ده على الفساد بتاع كثير من العمل بجهاز الشرطة ذوي الرتب الكبيرة. حلو، 14 كان لسه بداية، بعدين لما حتى مسك السيسي كانت البدايات لسه. لكن في 16 عمل مسلسل القيصر. القيصر فضح فساد الكثيرين من رجال الشرطة، حتى رجال الشرطة في السجون، وحتى رجال الشرطة اللي بيهربوا المساجين مثلوا يوسف الشريف في 2016، لكن ما قربش قوي من النظام. في 2016 ما قربش يوسف الشريف من النظام خالص. في 2017 عمل مسلسل كان في قمة الذكاء يوسف الشريف، كان عايز يقول في المسلسل ان اللي ماسك البلد حاليا وبيعمل نفسه انه بيحل مشاكلها هو اللي بيعمل مشاكلها،
ده في سنة كام؟ 2017. عملوا في مسلسل لو اتكشفت الحقيقة دي من أول حلقة ما كانش اتذاع طول رمضان في 2017، لكن الحقيقة دي ظهرت في آخر حلقة بعد ما اتذاعت. كفر دلهاب مسلسل رعب وإثارة، كان ببطولة يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا بلد. كفر دلهاب بحب المسلسل ده أوي. بلد من حلاوة المسلسل ده حضرته أكتر من مرة، إن في شيطان اسمه دلهاب عايش في البحر، شيطان اسمه دلهاب عايش في البحر، والناس ما بتقدرش تمشي في البحر ده بالليل لأن ممكن الشيطان ده يغرقها ويموتها. لكن الشيطان ده بيعمل في البلد دي أمراض، وبيلبس بنات، وبيلبس حتى رجالة، وبيعمل حاجات غريبة في هذا البلد. البلد بتعاني، فحل عليها طبيب. الطبيب ده اللي مفروض هيحل مشاكل البلد، طبيب رقيق قوي، اللي هو مين بقى؟ اللي هو يوسف الشريف، جاي يحل مشاكل البلد. البلد دي ما بيرأسهاش عمدة، بيرأسها شيخ الغفر. شيخ الغفر بيرأس البلد دي ومتحكم في البلد دي عن طريق ان هو متمكن من كبراتها اللي هو شهباندر التجار والناس دي. لكن ولاد العمدة ده اللي هو شيخ الغفر اللي هو ماسك البلد، ولاد شهباندر المتاجر فاسدين بيسهروا بالليل وبيعملوا حاجات مش كويسة، لدرجة فيهم واحد اغتصب بنت ناس وقتلها ودفنها، وكانت الناس بتدور على مين اللي قتل وعايزين يعرفوا. هم ما يعرفوش ان هو ابن شيخ التجار شهباندر التجار، وكان اللي ساعده في الجريمة ابن عمدة البلد، كان بيمثل عمدة البلد الممثل هادي جيار. هادي جيار كان رائع في هذا الدور، كان رائع في هذا الدور. المهم جاهم الطبيب يوسف الشريف ده وابتدى يشفي الحالات، بالتدريج يشفي الحالات لدرجة أخذ الثقة في من الناس. بنت لبسها الشيطان بيشفيها، أخذ الثقة من الناس، وصلت إن هو كل مشاكل البلد بيحلها وماشي في حلها، مع إن هو اللي إيه؟ هو اللي عامل. هنعرف في نهاية الحلقة إن هو اللي عاملها، لدرجة إنهم في وقت معين في واحدة اتقتلت، طبعا ما قتلهاش يوسف الشريف، اتهموا يوسف الشريف فيها ظلما وعلقوه عشان يشنقوه. لما شنقوه ما اتشنقش، ما ماتش. ليه ما ماتش؟ لأنه مش إنسان أساسا، هنعرف في آخر الحلقة. فقالوا ده عليه كرامات وسابوه خافوا منه. المهم إنك أنت تعرف في الآخر إن يوسف الشريف ده بعد ما عالج الكل وعمل كذا كذا وقتل الكل، برضه قتل ناس كتير تاني بطرق معينة وخلى ناس تقتل ناس، بتكلموا البنت اللي هو بيعتبر إن هو شفاها وبقت المساعدة بتاعته كأنها عبدة ليه، فبيبص لها كده عينيه بقت بيضة خالص وطلع صوت دلهاب اللي هو الشيطان اللي في البحر. الذكاء في كتابة المسلسل ده انه عمل مسلسل ان اللي جاي يحل المشاكل شيخ غفر، وهو اللي ماسك البلد، عايز يقول ان هو وزير دفاع ومسك البلد. طبعا ما حدش يقدر اقول لكم التفسيرات دي وإلا كانت اتدبحت الناس فيه، لكن اتفهم المضمون. فضغط على يوسف الشريف ان هو ما يمشيش في الاتجاه ده، وان يمشي تحت الحيط بعد ما عمل كوفيد في 2017. قعد فترة طويلة مش شغال. طب اعمل اي حاجة ماشي، طب ما تجيش ناحية الدولة، مش حاجة ناحية الدولة. فطلع لهم بمسلسل في 2021 اسمه مسلسل كوفيد، اتنشر في رمضان في 2021. المسلسل كله بيتكلم عن فيروس كوفيد، لكن هو في نهاية الحلقات برضو أثبت، ظهر وأظهر لهم أن الفيروسات والحاجات دي والبلاوي اللي بتحصل دي جاية من النظام العالمي الجديد والمسيخ الدجال. وظهر المسيخ الدجال بعين واحدة اللي هو أياد نصار ممثل دور المسيخ الدجال. كان المفروض من مسلسل كوفيد ده تبقى فيه حلقات تانية عشان المسيخ الدجال وبيعمل ايه، لا اتوقف
يوسف الشريف وقالوا له محلك سر، عايز تشتغل تطبل للنظام وتطبل لجهاز الشرطة وتطبل لده وده وده وده. ده ما قالوش، ما عملوش يوسف الشريف. يوسف الشريف في مسلسل الكوفيد ألقى الضوء على النظام العالمي الجديد وصناعة الكوارث اللي بيصنعها النظام العالمي الجديد، سواء زلازل سواء براكين سواء غيره، وألقى الضوء على المسيخ الدجال. دي اللي مش عايزها النظام العالمي الجديد، ومش عايزها النظام اللي بيحكم مصر، مش عايز يفتح العين عن النقطة دي. الطلب من يوسف الشريف انه يطبل للنظام او يعمل حاجات تتفق مع النظام او مع الشرطة، ما عملش، قعد في البيت. ومن 2021 لحنا دلوقتي في 2024 ما شفناش اي عمل للفنان المميز العالمي. انا بعتبره عالمي حتى لو ما خدش العالميه، اطلقتها الناس عليه كده، بس انا بعتبره عالمي لانه يستحق ذلك، الفنان يوسف الشريف. طيب يا عم وجيه، ايه علاقه انت بتقول ان النظام غضب على يوسف الشريف وما غضبش على امير كراره؟ ليه؟ اقول لكم ليه. مشينا مع امير كراره وشفنا معاه المواطن اكس، ودي من اوائل المسلسلات اللي اظهرته للناس واظهرته، مش الواد الفافي، الواد الجامد يعني. أمير كرارة برضو ممثل تقيل. في 2013 عمل مسلسل تحت الأرض، من أقوى المسلسلات، بدعوكم تشوفوه، مسلسل تحت الأرض. تحت الأرض إن هو كان راجل ضابط شرطة والنظام الدولة أخدته من ضمن مجموعة من رجال الشرطة عشان ينفذوا جرائم. إيه الجرائم هي؟ جرائم تفجير، جرائم قتل، تفجير كنائس، جرائم قتل، جرائم تهريب سلاح او تهريب مخدرات. الله، مجموعه الامن والنظام بيختارها عشان تفجر الكنائس او تهرب مخدرات او المجموعه دي تم اختيار فيها مين؟ امير كراره كظابط تبع المجموعه دي، وطلبوا منه يفجر كنيسه القديسين اللي هي كنيسه تفجير القديسين. فعلا صور المشهد، وكان معاه في هو معاه شنطه، وواحد ظابط معاه تاني معاه شنطه، دخل الكنيسه بص لاطفال صغيرين، فصعب عليه امير كرار انه يفجر الكنيسه، فطلع، لكن زميله التاني فجر الكنيسه وماتت الناس. الحاجه التانيه انه هو رايح عند سينا ومطلوب منهم يفجروا مجموعه في سينا جايبين لهم حاجه، فهيدوا شنطة فيها متفجرات يودوها العربية التانية يفجروها. اكتشفوا ان اللي جاي ياخد الشنطة دي طفل صغير. امير كرارة صعب عليه انه يفجر، فالتاني قال له لا، لو احنا ما قتلناهمش احنا هنتحاسب. فالتاني راح مفجر العربية بالاطفال. مسلسل تحت الارض مسلسل قوي جدا، جمعت اجزائه وحاولت انشرها لكم الفيس، نزلتها على الفيس عندكم، جمعت الاجزاء المهمه كده، بدل ما اخليكم تحضروا 30 حلقه جمعت الاجزاء المهمه وحطيتها على صفحتي، صفحه رسميه للدكتور وجيه رؤوف. حاولت انزلها على الـ على الـ على اليوتيوب حتى بدون اي شيء، لكن اتحصل عليها، اتمنع الفيديو على اليوتيوب. يا ريت تحضروا مسلسل تحت الارض، انه كان من اقوى المسلسلات اللي انا حبيتها لامير كراره. طبعا بعد كده بقى الكلام ده كان فين؟ في 2013. قول اللي انت عايزه. سنة حكم 2013 كانت سنة حكم الإخوان، وطلع من حكم الإخوان ولسه هيدخلوا في مرحلة الحكم العسكري والفترة المؤقتة وعدلي منصور، فاتعمل مسلسلات براحتهم. لكن اتمسك أمير كرارة قال لا، أنت لو هتمشي في المسار ده هتقعد في البيت. طب إيه عايزين حضراتكم الراجل أكل عيشه ده؟ إيه عايزين؟ لا، مجد لنا في الشرطة، مجد لنا في الداخلية. قال لهم ماشي، عناية من العين دي ومن العين دي. أما أمير كرارة حل المشكلة، عمل لهم مسلسل كلبش اتعرض منه في 2017 الجزء الأول، ضابط سليم الأنصاري، والجزء الثاني كلبش 2 في رمضان 2018، والجزء الثالث في 2019. كل المسلسل ده بيمجد فراجر الشرطة وسليم الأنصاري،
واشتهر بقى باشا مصر سليم الأنصاري، لدرجة إن المسلسل ده كان فتحة باب على أمير كرارة إن يدخل الوسط بقوة، واتفتحت له المتحدة وشركة الإنتاج واعمل اللي أنت عايزه. عمل كرموز وغير كرموز، وعمل أفلام بالعبيط، فتحت له الدنيا بقى ماشية مع الدولة. أنا ما بلوموش، ده أكل عيش والراجل عايز ياكل عيش. لو بكرة اتهد النظام ده وجاله مسلسل يحكي مظالم النظام ده هيعمل. بعد كده بقى ده هنا يوسف الانصار، لدرجه ان امير كرارة سمى ابنه سليم على اسم سليم الانصاري، يعني فتحت خير عليه فسمى ابنه سليم. طلع من 2019 2020 عمل الاختيار، وعمل دور رئيسي كان دور الشهيد احمد المنسي. دور الشهيد احمد المنسي كان تمجيد لرجل الشرطه. حتى في الاختيار اتنين اللي اتعمل في 21، وفي الاختيار ثلاثة اللي اتعمل في 22، كان بيظهر دور احمد منسي كضيف شرف في مشاهد. يبقى كمل معاهم. طبعا بعد كده عمل مسلسلات تانية في نطاق تاني زي نسل الاغراب. يعني في نسل الاغراب طالع بلطجي مع احمد السقا، اتنين في صراع ومناظر صعبة جدا، ومسلسلات غيرها كتير جدا جدا جدا. هنا يوسف الشريف رفض انه يمشي في المخطط اللي عايزاه الدوله، او انه يطبل لرجال الشرطه او رجال النظام. الراجل قاعد في البيت، يعني انا اتمنى اشوفه، يعني لو الدوله دي فيها مصداقيه انا اتمنى ومنتظر مسلسل او فيلم اشوفه ليوسف الشريف. امير كرارة قال لهم اللي انتوا عايزينه ده اكل عيش، احنا بنمثل واحنا اللي انتوا عايزينه، عايزين ضابط الشرطه احسن واحد كده نعمله، عايزين ضابط وهكذا خلصت. فبس احنا بنفهم في المنطقة دي ليه اتغضب على يوسف الشريف، وليه لم يتم الغضب على أمير كرارة. الحلقة دي طولت، أنا عارف إنها طولت، بس أنا هقرأ كام تعليق جاني هنا وتعليقاتكم اللي أنتوا كاتبينها لي. الأستاذ حمدي شوقي بيقول لي، حمدي شكري بيقول لي، يوجد مسجد بمدينة المنيا مبني فوق كنيسة، أخذت شبابيك الكنيسة اللي كلها صلبان مدفورة ببعضها، وعملوها شبابيك لهذا المسجد في منظر غريب، وهو مسجد اللمطي بجوار مسجد الفولي بالمنيا. يعني بيقول لك إن المسلمين لما جم يبنوا مسجد في المنيا أخذوا شبابيك الكنيسة دي وبنوا الجامع فوق الكنيسة، وحتى هي مضفره بطريقه صلبان لكن اخدوها عملوها شبابيك. ما انا الكلام ده قلته، مسجد اللمطي جنب مسجد الفولي بالمنيا، ما انا قلت لك ان هم اساسا ما فيش حضاره اسمها الحضاره الاسلاميه، الكلام دي كذبه وهم صدقوها. حتى مسجد ابن طولون بنى مسيحي والفنون مسيحيه. مسجد ابن طولون لما عمله المسيحي عمله كان شاف الكنائس بتتاخد عمدانها وحجارها، قال لهم طب انا هخليكم تعملوا جوامع بدون عمدان، ما ناخدش عمدان كنايس عشان ما يهدوش باقي الكنايس. فصمم لهم مسجد جامع ابن طولون عريق وقوي جدا وعظيم، مسجد كبير قوي بدون عواميد. بعد ما خلص الكل تمام قال له متشكرين، مبنى عظيم جدا، ادخل في الاسلام بقى. رفض المهندس المسيحي ده يدخل في الاسلام، عدموه ذبحوه. فدي قصه معروفه، انت عندك دي بقى، ده انت في الازهر نفسه لو دخلت في الازهر في نجم داوود فوق، نجم داوود اخذوها من مكان معين، معبد يهودي او غيره، هم بيعملوا الازهر. و دي شكرا استاذ حمدي انك انت اثرت هذا الموضوع. الاستاذه سوريا نعيم، اعتقد انها نعيم مش نام، في ناس بتقول عليها سوريا نام، اعتقد انها سوريا نعيم، ويا ريت هي تصلح لي هل هي سوريا نعيم ولا سوريا نام فعلا، يا ريت. استاذه سوريا طبعا متابعه لقناتنا على طول، شكرا ليها. بتقول هذا السنوار عند مرضه في السجن اسرائيل عملت له عملية خراج على المخ، عالجته ولم تقل ده عدوها ولكن مدت يد العون له. يا الهي شوف اسرائيل عملت ايه، وشوف السنوار والعرب بيعملوا ايه، ارحمنا يا رب. هو كده بس، ده حاجات كتير قوي. ده في سينا في عرب بيعيوا، بتاخدهم بطيارات هليكوبتر تعالجهم في 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 اسرائيل مستشفيات تل ابيب. لا هم ما يعملوش كده طبعا، هم لو شافوا واحد
واحد أسير ومتعور بيخلصوا عليه مش بياخدوه يعالجوه، مع ان الأسير مفروض واجب عليكم من تعاليم المصر القديم انك لازم تعالج الأسير وما تقتلوش والمجروح ما تقتلوش. لا هما بيعملوا ده ليه؟ أخدوا تعليم شيطانية، يعني أخدوا تعليم الشيطان. أستاذ عماد، 9744 بيقول يا ريت الدكتور تتكلم عن الدكتورة الإعلامية المذيعة المحترمة دكتورة هالة فهمي اللي تعرف هويتها صح، وكانت بتعلمنا قانون ماعت، قوانين الفراعنة الجميلة، كانت بتعلمنا قانون ماعت، وكان مصيرها تتخطف من عربيتها وتترمي في السجن وتنام على البرش هي وصديقتها الصحفية الأستاذة صفاء الكربجي، علشان اكتشفت فساد شوية فسد في مسبيره، وصدق أو لا تصدق أسامي الفسد دول بيشكرهم راسبوتين البطرخانة في قداس كل عيد بدون أي خشة أو حياء أو حتى ذرة من ضمير. الدكتورة هالة فهمي لها كل احترام وتقدير، أنا سمعت إنها خرجت من السجن بتاعها هي وصفاء الكربجي، أتمنى يا رب تكون فعلا خرجت، وإذا كانت ما خرجتش أتمنى خروجهم وإنها تتعامل بكل احترام، لأن الإعلامية هالة فهمي ليها كل احترام وليها كل تقدير، وأيضا الأستاذة صفاء الكربجي اللي معوقة على كرسي متحرك يا ريت التعامل يكون أنظف من كده. أنا عندي أسئلتكم يعني على الشات هحاول أقراها. أستاذة سرية بتقول لي سلام، سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يكون معك ومع جميع العاملين بقناة الصوت الصارخ بالحق. آمين. أشكرك يا أستاذة سرية وشكرا دائما لمتابعتك على القناة. أستاذة مريانة جبرائيل بتقول كل احترام وتقدير لحضرتك دكتور وجيه، كل حلقات حضرتك مميزة، ربنا يبارك كل عمل بدأت. الله يبارك فيكي، ربنا يبارك كل عمل يدك. أشكرك، ربنا يخليك يا أستاذة مريانة وشكرا لمتابعتك. أستاذة ريما حبيب بتقول لي سلام المسيح دكتور وجيه، سلام المسيح معاكي. أستاذة سرية بتقول لي داء العظمة اللي هو الطاووس، داء العظمة معاكي يا أستاذة سرية. أستاذة سرية بتقول ربنا ينجي الأبرياء من سموم هؤلاء حزب الله وحماس الأشرار الغوغاء، يا رب بندعي ربنا. أستاذة سرية بتقول لي إسرائيل مش هتسيب حق أولادها لأنها بتحترم البني آدم اليهودي، أنا متفق معاكي في الكلام ده. الأستاذ أنجيل وينكس، أنجيل وينكس بيقول لي عن الفلسطينيين بتوع زمان داوود التي حارب العملاق الكبير اللي كان فلسطيني الجنسية مش عربي يعني، وداود كان صبي صغير لكن بقوة رب الجنود كسب المعركة. طبعا الفلسطيني ده اللي هو جولياتي جبار كان من عمالقة، من فرق العمالقة اللي هم تبع اللي جم الأوروبيين اللي جم من جزيرة كريت، وكان فعلا صغير في السن داود لما ضربه وقال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك بقوة رب الجنود، وراح ضربه بزلطة جات له هنا، جات له جوليات الجبار ونزل وبعد كده خلص عليه داود. صح كلام حضرتك، صح انجل. سيدة سرايا بتقول داود وجوليات بنبلة وخمس حصوات، مظبوط بنبلة وخمس حصوات. سرايا من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، متفق معاك ده. منى خليل بتقول سلام المسيح دكتور وجير اوف، حلقة رائعة، اشكرك استاذة منى. سيدة سرايا بتقول اهلا منى، ده حوار داخلي. أستاذ نبيل نجيب ميخائيل بيقول لي منور دكتور وجيه، ده نورك حبيبي. إنجل وينجس بيقول لي الأجهزة دي قعدت في إيران بعد وصولها 5 شهور قبل استعمالها من حزب الله، السؤال ليه في مدة ال5 شهور اللي فاتت تجرب على الأقل تشوف البيجر شغال ولا لأ، حتى لو شغلوه هيلاقوه شغال مفيش حاجة، لأن هو ما بيعملش الجريمة دي غير لما تتبعت له الإشارة اللي هي اتبعدت يا أستاذة سرعي. أستاذ سنة بتقول اللي عندنا بغض اللي عنده بعض المرضى المعوقين بيستعملوا الكمبيوتر بائعين وبيكتبوا الإيميل بالغين ولا بالعين أنا مش عارف، بس ماشي تمام. بالغين يعني فوق ال 18 قصدك، بس برضو بيحتاجوا ممكن يستخدموا البصمة وممكن يستخدموا غيره. الأسئلة هربت مني ليه كده؟
ماشي. أجدع ناس في الكمبيوتر الهنود. صحيح يا استاذ سراي. بعد ناس بتقول معروف ان اليهود منتهى الذكاء في التكنولوجيا، برافو، نرفع لهم القبعة. تمام. هم اخترعوا الدمار للعالم كله. تقصد العرب يا استاذ سراي. استاذ سراي بتقول الحل هو معاهدة سلام. متفق معاك، السلام هو اللي يحل المشاكل دي كلها. أنجيل وونج بيقول لي في المعبد اليهودي فعلا كان عيد الغفران، وأيضا 1500 جندي في المنطقة كانوا غايبين، كان غياب نصف الجنود علشان أجازة العيد. متفق معاك يا أنجيل وونج. أستاذة سناي بتقول لي برافو، أكيد وجي، أنا أؤيدك، أشكرك، ربنا يرحمنا ولا تتكرر سادوم وعمورة مرة أخرى، يا ريت يا رب. سرايا من فضلة القلب يتكلم اللسان. يا سلام، هم في التقية ما جابتهمش ولادة، ده بس قانون، ده فساد وتعصب، وهم الأعلون. يا نهار أسود، مش طالعة لو شمس البلد خربت، ده أكيد قانون أزهري 100 100. تقصد قانون الإجراءات الجنائية الجديد للأستاذ سرايا. أستاذة سرايا بتقول ده قانون أسلمة جبرية أزهرية يا فندم، ربنا يستر. أستاذة مريت مبيض بتقول كل احترام لحضرتك، وربنا يحمي مصر من المنحطين أخلاقيا. أستاذة سرايا بتقول ربنا يبطل مشورتهم كما أبطل مشيرة أخي توفل، وهذا القانون يلقى في سلة المحمولات، آمين يا أستاذة سرايا. أستاذة منى خليل بتقول إحنا مالنا ومال بولا، هو إيه مركز أصلا، هو إيه مركزه أصلا، والدولة يعني مستنية كلمة للاسم بولو بولا. ربنا يرحمنا. وحصل. أستاذ سرايا رتب الكنيسة الأرثوذكسية في رقبتك يا سيدنا، إذا كان الكلام ده صحيح. يا رب نحن نثق في وعودك، اسند أولادك وصنعة يديك، وارحمنا كعظيم رحمتك، ومسك كثرة عفتك، آمين. وصلحت اسمها، بتقول لي سرية نعام، اسمها سرية نعام. أحبائي طولت عليكم برضو النهاردة، بس كان لازم المواضيع دي كلها تطرح، لأني وضع النقاط على الحروف، وأنا دايما بحب أجي أحط النقاط على الحروف. لو حضرتكم عايزين نتكلم في أي موضوع تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا ليكم انكم وصلتوا معايا لغايه الوقت ده، وما زال المتابعين معايا، شكرا ليكم. من قناه الصوت الصارخ ارسل لكم محبتي وقبلاتي، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. دمتم في رعايه الله. مع السلامه، دكتور وجيه رؤوف، مع السلامه.